بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. ان شاء الله يوم جديد من البريمو. النهارده طبعا تعليق على مباراه اسوان والزمالك في الدور قبل النهائي لكاس مصر القديم 2021، وبالتالي طبعا النهارده نادي الزمالك بيتاهل للدور النهائي في انتظار الفائز بقى من خلال مباراه الاهلي وبيراميدز، ثم الصعود بقى الفائز من الاثنين دول يصعد لملاقات بتروجيت طبعا، وبالتالي يعني ده اللي هيبقى الدور قبل النهائي في الحاله دي، وبالتالي يعني في انتظار عده مباريات عشان نوصل ايضا للدور النهائي من خلال الطرف الاخر اللي هيقابل الزمالك في الدور النهائي. مبروك لنادي الزمالك تاهله، هارد لك النهارده اسوان المكافح. وان كان طبعا ضربات الجزاء اللي كانت موجوده النهارده كانت هو حديث المباراه من خلال تالق محمد عواد اللي النهارده صد ضربتين جزاء بشكل رائع من خلال طبعا هذا اللقاء. بطل هذا اللقاء من وجهة نظري هو محمد عواد. عندنا كلام كتير عن هذا اللقاء من خلال تواجد كابتن رضا عبد العال نجم البريمو الدائم ونجمنا طبعا اللي دايما بنسعد بتواجده معنا في البريمو، هيكون في الجزء الثاني من الحلقه. لكن خلينا نبتدي حلقتنا ان شاء الله باهم اخبارنا. ما فيش شك مباراة زمالك وأسوان كانت صعبة، صعبة على الفرقتين، بداية من تقدم أسوان على نادي الزمالك في الشوط الأول. ودايما كاس مصر فيه مفاجآت، وهنا كان الخوف بعد إحراز أسوان هدف التقدم من يعني جماهير نادي الزمالك، أكيد كانت يعني في حالة قلق. والأمور كمان في الفترة اللي فاتت لنادي الزمالك بتقول إن الأمور يعني ليست بالجيدة، وبالتالي طبعا كان الخوف بعد هذا الهدف ان الامور تتفاقم او الامور تبقى صعبه على الفريق ان هو يعود مره اخرى. لكن سرعان طبعا ما عاد الفريق بهدفين بالنسبه لنادي الزمالك في الشوط الاول، واكيد الامور بالنسبه لنادي الزمالك تحسنت، النفسيه تحسنت والامور قاسقه للاعبين، الامور اختلفت بشكل كبير. وهنا اكيد يعني نادي الزمالك كواحد من الانديه الكبيره في الكره المصريه كان هيبقى صعب عليه ان هو حتى كان يحصل مفاجاه النهارده بالنسبه له في ظل تراجع المستوى والأداء في الفترة اللي فاتت وأيضا النتائج الخاصة بالفريق. والنهاردة يمكن فريرا النهاردة اشتغل بالقوة الضربة الخاصة به، يعني بداية من عواد محمود علاء اللي هي الفرقة الأساسية يعني بالنسبة لنادي الزمالك، الونش محمد عبد الغني وأحمد فتوح، محمد أشرف رؤى وإمام عاشور وحازم مام، أشرف بن شرقي وأوباما وأحمد سيد زيزو. طريقة اللعب كانت 3-4-3 على أساس يبقى فيه قوة هجومية كبيرة جدا بالنسبة لنادي الزمالك. لكن واحنا بنتكلم بالامس كان معانا ده التشكيل امام حضراتكم الخاص بمباراة اليوم لنادي الزمالك. امبارح كان المدير الفني كابتن احمد بيبو المدير الفني لاسوان كان متواجد معانا، واتكلم صراحة على المباراة ان يعني مش هيبقى بالسهولة ان نادي الزمالك ممكن يفوز على نادي اسوان. النهاردة طبعا التقدم بالنسبة لهم كان حافز كبير، لكن خلينا نتفق نادي الزمالك عنده اكتر من اكثر اللاعبين يعني نجوميه ومهارات، يعني فريق متكامل الصراحه ان هو يقدر يعود في المباراه. وصدقوني يعني كان هيبقى الموضوع صعب على جماهير نادي الزمالك وصعب على اللعيبه لو كان حصل حاجه غير كده، كانت الامور يعني هتبقى صعبه في المرحله القادمه للاعبين، وبالاخص اللاعبين ممكن كمان اللي ما كانوش حتى الان جددوا او نادي الزمالك صرف النظر عنهم في الفتره اللي فاتت، لان البطوله الوحيده والمتبقيه لنادي الزمالك في يعني من البطولات اللي هي فضلا اللي يقدر نادي الزمالك ينافس عليها هي بطوله كاس مصر اللي احنا بنتكلم عليها، وفرصه كبيره ان هو يوصل للدور قبل النهائي، والدوري الممتاز ان الامور فيها تراجع في النتائج، وايضا كاس مصر المتواجد في الوقت الحالي وكاس مصر الجديد. وبالتالي كانت الامور هتبقى مش حلوه وليست بالجيدة للاعبين والجهاز الفني في حالة أي مفاجأة كانت حصلت النهاردة، عشان كده الرجوع كان سريع للاعبين والفوز بهدفين مقابل هدف واحد. زي ما قلت لكم عواد كان بطل اللقاء النهاردة ونجم اللقاء من خلال تصدي لضربتي جزاء
نادي أسوان. دي يمكن التشكيلة والشكل الفني والبداية اللي حصلت من خلال فيريرا في تشكيلته النهاردة وطريقة اللعب. كابتن رضا عبد العال أكيد هيكون معانا ونتكلم على الأمور الفنية الخاصة بمباراة اليوم. النهاردة كان في مباراة أيضا وإحنا بنتكلم على كرة القدم المصرية في الجولة 20، كان الجونة وفاركو أو فاركو والجونة، والتعادل السلبي 0-0، وبالتالي حتى الآن فاركو موجود في المركز السابع برصيد 28 نقطة، عنده المباراة القادمة المقصة. أما الجونة يعني ما زال طبعا عنده الأمور صعبة جدا، أو موجود في منطقة الخطر في جدول الدوري في المركز 15، والمباراة القادمة الاتحاد اللي عائد من فوز أو جاي من فوز مهم جدا على بيراميدز بالأمس، بالتالي طبعا يعني مباراة أيضا هتكون صعبة. دوري الدور الثاني بيبقى مختلف وصعب، تجميع النقاط فيها هتكون صعبة وليست بالسهولة اللي ممكن البعض يتخيلها. طيب خلينا أبتدي مع حضراتكم الأخبار الخاصة به البريمو النهاردة، ويمكن كان يعني هنتكلم ما دام احنا بنتكلم على نادي الزمالك، عندي عدة اخبار لنادي الزمالك. بدايتها ان مسؤولي نادي الزمالك عندهم تصور وموافقة على اعارة اوباما في الفترة القادمة، يعني بعد الوقت اللي ممكن اوباما تراجع فيه مستواه، وفي نفس الوقت عنده عروض كويسة وموافقة كمان المدير الفني فييرا الأمور الخاصة بأوباما، ويبقى الأمور بالنسبة لأوباما ممكن يعني يسافر إلى أي دولة عربية. عندي خبر خاص بأبو جبل. طيب أنا معايا مين يا جماعة؟ معلش عشان أنا مش سامع. الأستاذ الشافعي صالح يا جماعة عشان مش سامع. طيب الدكتور شافعي صالح رئيس نادي أسوان، تحياتي لحضرتك وهارد لك النهاردة. ممكن يعني الأمور الخاصة بنادي أسوان وصعوده للدوري الممتاز دي حاجة جميلة وبنبارك لحضرتك عليها، لكن برضو يعني النهاردة أسوان كان بيقابل فريق كبير، فريق دائما من فرق المقدمة في الدوري الممتاز وبطل من أبطال الكرة المصرية، بالتالي كانت الأمور صعبة بالنسبة لنادي أسوان. هارد لك فندم. هارد يا باشا، احنا يعني الحمد لله راضيين على النتيجة وعملنا اللي علينا، والنتيجة 2-1 واحنا مضيعين بلنتين، لكن النهاردة يعني ربنا عايز كده وربنا رايد بكده. اللعيبة عملت اللي عليها، والجهاز الفني والإداري والطبي عملوا اللي عليهم كلهم، واحنا بنشكرهم وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. هل كان في النهاردة طموح للحصول على بطاقة التأهل من نادي الزمالك؟ كان عنده الطموح دي كانت موجودة؟ طالما احنا انت بتلعب انت عندك الطموح موجود، واحنا مش جديد علينا ان احنا نوصل الفاينلز، وصلنا قبل كده في 98 وكنا نأمل وكنا قاب قوسين او ادنى يعني من ذلك، يعني ما كناش بعيد من كده. احنا ضيعنا بلنتين النهارده ما رغم انهم متمرنين من امبارح على بلنتيات، لكن ده قدر والحمد لله. الحمد لله راضيين على النتيجه، الزمالك فرقه كبيره وبنحترمها وبنحترم كل الفرق، وان شاء الله القادم بالنسبه لنادي اسوان يكون افضل ان شاء الله. دكتور شفعي خليني اسالك على القادم بالنسبه لنادي اسوان وبعد الصعود. الموسم او السنه اللي فاتت نادي اسوان كان موجود في الممتاز، نزل للدرجه الثانيه، ويعني طبعا حاجه جميله ان انتوا بتصعدوا، ودي حاجه ممكن تبقى صعبه كمان على بعض الفرق ان هم ينزلوا صعدوا للسنه اللي بعدها. نعم. يعني الفتره اللي جايه هل في جديد؟ هل هيبقى في تفكير مختلف بالنسبه لنادي اسوان؟ بنفكر ان شاء الله، بنفكر في ان احنا يعني ان احنا نستمر في الدوري، ما يبقاش سنه ونرجع تاني ويبقى لا، احنا بندور ان شاء الله جادين في بندور لمستثمر، على مستثمر للفرقه، لان النهارده التكاليف بتاعت الدوري الممتاز مكلف جدا جدا، يعني عايز مصاريف ملايين، ما يعني ملايين الجنيهات، فاحنا بندور على مستثمر ان شاء الله باذن الله. ومن خلال برنامجك برضه بنقول لو في حد عنده الرغبه في الاستثمار في نادي اسوان، ليس لدى مجلس الاداره مانع مع مراعاه اولا المحافظه على هويه النادي وهو اسم النادي، لعب المباريات داخل اسوان احتراما للجمعيه العموميه، الامر الثالث ان يكون هناك اعتماد مستندي يساوي قيمه العقد في حاله تخلي المستثمر او عن الفرقه خلال الموسم، يبقى عندنا اللي احنا نصرف بيه ان شاء الله باذن الله. هل في تفكير عن يعني التجديد بالنسبه للشكل الفني او الاداره الفنيه؟ يعني دائما والله انا ما اقدرش اقول الانديه تصعد للدوري الممتاز الاداره الفنيه تتغير.
كابتن احمد بيبو اخباره ايه معاك؟ مش شرط كده حضرتك، عشان انا واحد من 10 في مجلس الاداره، واقل ال10 حتى لو كنت رئيس مجلس الاداره عمري ما انفردت بقرار، ما اقدرش اصرح لحضرتك ان انا هبقيه ولا هخليه. ده امر هيرجع لمجلس الاداره بعد ما نخلص ان شاء الله من الثلاث مباريات المتبقين في الدوري الممتاز به، ويقدم لنا التقرير عن الفرقه وايه اللي هيخليه فيها وايه اللي ممكن يستنى وايه اللي ممكن يتجدد وايه اللي ممكن نتصرف فيه. بعد الثلاث مباريات دول ان شاء الله باذن الله نفكر في التجديد من عدمه للمدير الفني. وان كنت ارى انا من جانبي مفردا يعني برايي الشخصي، هو رجل عنده ايجابيات كويسه ما نقدرش ننكرها، لكن القرار في النهايه قرار مجلس الاداره. تمام. هل النهارده بالنسبه للمباراه في رضا لحضرتك عن التحكيم النهارده، ضربات الجزاء اللي اتحسبت، وفي واحده الكابتن يعني رجع اللي فيها للفار كابتن محمد يوسف؟ الامور الفنيه ما اتكلمش فيها. هذا الامر يترك للفنيين اللي انت ممكن تسالهم ما اذا كانت اصلا لها ضربه جزاء ثالثه واضحه من عدمه، وايا ما كانت حسبت ما اتحسبتش، لكن الواقع بيقول الماتش خلص. يعني النهارده حتى لو التحكيم قال ان هي لينا ضربه جزاء، ايه اللي هنستفيده من بعد كده يعني؟ فاحنا يعني برضه بنشكر منظومة التحكيم بقيادة أخونا ولاعب أسوان السابق اللي أنا فخور به يعني الكابتن عصام عبد الفتاح، أحد لاعبي أسوان في الجيل الذهبي لأسوان، هو رئيس لجنة الحكام الرئيسية، وبنشكره طبعا على الجهد اللي معمول. التحكيم بشر والخطأ وارد في كل شيء يعني. صحيح دكتور شفعي، احنا بنتمنى للفريق أسوان يعني إنه يبقى يعني يفضل موجود في الدوري الممتاز كنادي من الانديه الشعبيه المتواجده وتمثل طبعا يعني شعب اسوان وكل العاملين أسوان. مع حضرتك يعني تنور دايما باستمرار زي الدكتور طبعا دكتور الشافعي صالح. شكرا. رئيس نادي اسوان. النهارده هم ادوا، انا بس بتكلم على نادي اسوان لان هو زي ما بنقول كده اهل اسوان والجنوب طبعا يعني محببين جدا لينا كلنا، وبالتالي يعني صعودهم للدوري الممتاز دي حاجه جميله، والنهارده حتى ادوا اداء جيد امام نادي الزمالك، وكان هم يعني السباقين في التهديف، ولكن هي كرة القدم طبعا بتبقى إمكانيات وكفاح داخل الملعب. النهاردة هم حاولوا، لكن برضو الأمور بالنسبة لهم ضربتي الجزاء اللي ضاعوا وتألق عواد خلوا طبعا الأمور تبقى مختلفة بشكل كبير. كابتن أحمد بيبو اللي بيقدم يعني أداء رائع كمدير فني مع فريق أسوان وصعوده للدوري الممتاز قبل نهاية البطولة يعني بأسابيع، وبالتالي طبعا دي حاجة تحترم بشكل كبير. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم ما بيصعدوا يبقوا متمسكين اكتر بالدوري الممتاز، وزي ما قال دكتور الشافعي ان الامور بالنسبه لنادي اسوان الامور الماديه طبعا صعبه، والبحث عن مستثمر يبقى متواجد ده شيء مش عيب ومش شيء طبعا. في انديه كتيره يعني دايما بتبقى بتبحث عن النقطه دي ونقطه الماده وعمليه التسويق وعمليه الموارد بالنسبه لهم بتبقى البحث عنها وعن الجديد دايما ممكن يقدروا يحصلوا عليه، وبالتالي يعني من خلال البرنامج يعني طبعا دكتور شفعي يعني بيقول اللي عايز يبقى مستثمر في نادي أسوان يبقى متواجد في ظل طبعا الحفاظ على هوية نادي أسوان كأحد الأندية من يعني أهلينا في الصعيد. طيب خلينا بس أكمل مع حضراتكم الأخبار الخاصة بنادي الزمالك. كنا قلنا على خبر إعارة أوباما، وما فيش مشاكل عند مجلس إدارة نادي الزمالك في إعارة أوباما في الفترة القادمة بعد موافقة جيسفالدو فيريرا. أيضا أبو جبل يمكن بعد ما رئيس النادي المستشار مرتضى منصور يعني صرف النظر عن التجديد ليه مرة في الفترة اللي فاتت، وفكرة وجود أبو جبل أو مش وعدم وجوده يعني خلاص بقت الأمور واضحة بالنسبة لأبو جبل، يعني وجهة نظره أنه خلاص هو مش مكمل، وبالتالي البحث عن نادي في الدوري السعودي من خلال وكيله من خلال أخوه في الفترة القادمة. كان في كلام فترة فاتت عن أن الأمور ما بين فرجاني ساسي ونادي الزمالك المتمثل في أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى أن الأمور بالنسبة لهم يعني خلاص اتفقوا على كل التفاصيل، لكن على اساس طبعا النادي الضحيل مش عايز يكمل مع فرجاني ساسي في الفتره اللي فاتت، لكن النهارده نادي الضحيل بيقرر ان بقاء او بيقرر بقاء فرجاني في الفتره القادمه، ويتراجع عن فكره رحيل فرجاني ساسي بعد الاتفاق اللي حصل ما بين مسؤولي نادي الزمالك وفرجاني على الرجوع مره اخرى. الامور كده فيها اتلخبطت واتلعبكت، وبالتالي يعني ممكن فرجاني لو كان خلاص الامور بالنسبه له كان التعاقد كان في تفاصيل كتير اتفقوا عليها، الامور كده بقت صعبت في الرجوع مره اخرى.
الزمالك بيستقر على عودة حمدي علاء المعار إلى نادي سموحة، واحد من اللاعبين الصاعدين لنادي الزمالك، ولكنه أعار لسموحة الموسم ده وانتهت فترة إعارته، والمدير الفني لنادي الزمالك يعني قرر رجوعه مرة أخرى في ظل اقتناعه طبعا بمستوى الفني مع سموحة. أيضا نادي الزمالك بيوقع مع أحمد حمدي، لو نتذكره طبعا أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق واللي انتقل إلى مونتريال الكندي ومتواجد دلوقتي هناك يعني، ولكن جه مصر في أجازة وكان في جلسة ما بينه وما بين أمير مرتضى منصور، وحصل أمير مرتضى منصور على توقيع أحمد حمدي لمدة 3 سنين. من اللعبة الهيلين والكويسين، وأتذكر أن كان جاي له عقد احتراف وهو في النادي الأهلي أو أعارة في أحد الأندية الإيطالية، وكان الأمور ما عرفش يعني إيه اللي يعني ما خلاش اللعيب ده ينتقل هناك حتى على سبيل الإعارة، لكن هو واحد من اللعيبة المميزة الصراحة، وكان نجم من نجوم قطاع الناشئين في النادي الأهلي، ولما صعد الفريق الأول كان أداء ومستوى جيد، ولكن الأمور ما عرفش اختلفت بالنسبة له وفجأة مشي من النادي الأهلي وانتقل إلى الدوري الكندي. طيب دي أخبار النادي الزمالك، خليني بس أيضا أخبار النادي الأهلي أكون مع حضراتكم. أما الماتش الجاي، خلي بالكم النادي الأهلي خلاص عملت مش هيلعب ماتشات خلاص في الدوري ولا في الكرة المصرية يعني في الفترة اللي جاية. أنت بنتكلم النهاردة 22 والمباراة القادمة خلاص على الأبواب الخاصة بنهائي دوري الأبطال. السفر إن شاء الله هيكون 25 أو 26 على حسب موسيماني عايز إيه. القرار 26، ولكن لو موسيماني قال نسافر يوم 25 يبقى نسافر يوم 25، عشان كده تم تأجيل مباراة إيستر كومباني في الميعاد ده لأنه كان ميعاده يوم 25. وبالتالي السفر ده إن شاء الله هيكون ميعاده بناء على المدير الفني مستر موسيماني. وبالتالي عايزين بس نطمن إيه اللي هيحصل والأمور الخاصة بالجماهير والدعم اللي عمله النادي الأهلي للتذكرة الخاصة بالسفر إلى المغرب لجماهيره، دعم خاص بالنادي الأهلي، هيتحمل هو جزء 3000 جنيه من قيمة السفر اللي هو رحلة اليوم الواحد. خلينا نروح لسيادة السفير ياسر عثمان سفير مصر بدولة المغرب ونطمن على كل الأمور الخاصة إن شاء الله ببعثة النادي الأهلي اللي إن شاء الله ستتوجه يعني الفترة القادمة إلى المغرب، وكل الأمور الخاصة بقى بجماهيرنا اللي إن شاء الله هتكون متواجدة وتقف وراء النادي الأهلي في المباراة النهائية. معالي السفير تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك فندم، ربنا يخليه. يعني اكيد مباراه بينتظرها المصريين وبالاخص طبعا جماهير النادي الاهلي، واكيد هيكون في زي ما نقول تعب اكيد من البعثه الدبلوماسيه الخاصه ببلدنا طبعا في دوله المغرب بخصوص هذه المباراه، وامور كثيره جدا طبعا تتعلق بهذا اللقاء. لا حضرتك مفيش تعب خالص، ده شغلنا، واحنا يعني عندنا تراكم خبرات كبير في الموضوع، فيعني احنا عندنا خطة على طول بيتم تطبيقها. طبعا في الاول على طول بأكد بس طبعا ان كل ده طبعا بيدور في اطار طبعا العلاقات المتميزة والودية بين الشعبين المصري والمغربي وبين الدولتين، وانه الحدث الرياضي ده هيصب ان شاء الله في اطار دعم وتمكين هذه العلاقات. وبالعكس يعني هم الناس المسؤولين في المغرب يعني بيقدموا كل التسهيلات المطلوبة، ابدوا استعداد ان هم يلبوا كل الطلبات الخاصة بالتأمين بتسهيل الدخول للجمهور النادي الاهلي. ده حضرتك بشكل عام. ده اكيد اكيد العلاقات دي اهم حاجه يا سيد سفير ما بين الشعبين، واكيد علاقات الانديه كمان ببعضها، ودي يعني حاجه راسخه يعني. صحيح يا فندم، صحيح انا مع حضرتك تماما يعني. بالنسبه للتفاصيل ان شاء الله النادي الاهلي ابلغنا اليوم بعثه احتفال ان شاء الله يوم 25. تمام. سيتم ترتيب اجراءات الاستقبال، المبيت، التأمين، التدريب حسب قواعد الكاف، كل ده يعني بيتم طبعا بالاتصال مع الجانب المغربي ومع اتحاد الكره المغربي والجهات المعنيه المغربيه. الشق الثاني اللي حضرتك اتكلمت عليه هو الجماهير. تمام. يعني بالنسبه للجماهير برضو احنا ابتداء من غد ان شاء الله هيبقى في اجتماعات مكثفه مع الجانب المغربي مع كل الجهات المعنيه عشان نحط اللمسات الاخيره فيما يتعلق ب التسهيلات المقدمه لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله. هو حتى الان لغايه دلوقتي الساعه الخاصه بالاستاد ما تمش ابلاغ النادي الاهلي او الكاف ما بلغش النادي الاهلي بالساعه المفروض تبقى متاحه لجماهير النادي الاهلي، هل حضرتك في معلومه بالخصوص ده او خصوص دي؟ لا ما عنديش. اه
زي ما حضرتك قلت، هو الموضوع التذاكر والسعه يتم تحديده بين النادي الاهلي وبين الكاف، فبالتالي لم يتم اختارنا بشكل رسمي باي اعداد تتعلق بالتذاكر، لانه طبعا التاشيرات سيتم تحديدها على اساس التذاكر، يعني على حسب التذاكر اللي سيتم توفيرها النادي الاهلي سيتم تحديد طبعا عدد الناس اللي هتسافر وبالتالي عدد التاشيرات. طب بخصوص التاشيرات، ودي مهمه يا استاذ سفير، لان اعتقد ان التاشيرات الخاصه بدوله المغرب بتقعد يعني شويه، وبالتالي هل هيبقى في تسهيلات بالامور؟ يعني حتى لو انا مش هطلع مع الامور الخاصه بالرحلات اللي بينظمها النادي الاهلي، او لو انا طالع لوحدي او حاجه، هل لو انا بقدم ما يعني يلزم ذلك ان انا رايح اتفرج على الماتش، هل هيبقى في سهوله في التاشيرات دي؟ وحضرتك ان شاء الله بكره هنحط اللمسات يعني الاخيره في هذا الموضوع مع الجانب المغربي، ولكن الاليه الموضوع الان هو انه في شركتين النادي الاهلي كلفهم بتولي موضوع سفر الجمهور النادي الاهلي للمغرب، والشركتين دول هم اللي بيتولوا موضوع التفويض الجمهور او انه التسهيلات الاعاشه مثلا الانتقالات، واحنا على تواصل مع الشركتين دول كلهم. لكن اللمسات هتكون منها اي عدد بقى هيتم تحديده هيبقى الامور متاحه، سواء بقى المبيت او حتى رحله اليوم الواحد يا فندم. ان شاء الله يا فندم، ده اللي احنا بنسعى عليه، وده اللي احنا خدنا يعني تطمينات من الجانب المغربي، ويعني يعني تاكيدات ايجابيه مبدئيه، وان شاء الله خلال اليومين اللي جايين دول يتم وضع كل شيء يعني قابل للتنفيذ، وعندنا قواعد نقدر نعلنها ان شاء الله. ان شاء الله كل خير يا فندم علي السفير ياسر عثمان، نتمنى طبعا من حضرتك التواصل دائما باستمرار للاطمئنان ان شاء الله على النادي الاهلي، حتى يعني ان شاء الله يرجع بلقب البطوله ان شاء الله بامر الله، مع علي السفير ياسر عثمان سفير مصر بدوله المغرب، بنشكره شكرا جزيلا. خلينا نروح بس لاخبار النادي الاهلي سريعا. النادي الاهلي واحنا بنتكلم على المباراه يعني قدم يعني خطابات للاتحاد الافريقي خاصه ب بعض الامور، من السعه وتحديد عدد الجماهير بالنسبه للنادي الاهلي، وتحديد 50% من سعه الاستاد، يعني تبقى الامور مناصفه ما بيننا وما بين الوداد المغربي، وبالتالي طبعا حتى الان ما فيش رد. في نفس الوقت كان في بعض الاعتراضات على التحكيم واختيار الحكام. الاتحاد الافريقي اعلن بالامس او اول امس عن حكم اللقاء القادم هو فيكتور جوميز، ولكن النادي الاهلي بيعترض على وجود الحكم الاثيوبي بملاك تسيميا في المباراه على تقنيه الفار، هو متواجد على تقنيه الفار، وبالتالي طبعا في اعتراض من النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي على هذا الحكم في ظل وجوده في تقنيه الفار. يعني طبعا في كل الاحوال، في كل الاحوال يعني النادي الاهلي يعني بيبلغ اعتراضه على الامور اللي ممكن يبقى فيها بعض الامور المريبه، او اللي فيها يعني بعض الامور اللي ممكن تكون فيها حصلت من الحكم نفسه في بعض المباريات، وبالتالي طبعا حق النادي الاهلي في الاعتراض على بعض الامور الخاصه بالتحكيم، وبالاخص طبعا لو في ممكن تكون مواقف كانت حصلت من بعض الحكام الافارقه في بعض المباريات، وبالتالي طبعا ده اعتراض النادي الاهلي على جزئيه التحكيم. الاهلي بيصرف النظر عن صفقه هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري في الفترة اللي فاتت، لاعب بعيد عن مستواه، فكرة التدقيق والمتابعة من لجنة التخطيط والتعاقدات بالنادي الاهلي، يعني دايما ما بياخدوش اللعيب في ظل تألقه بس، يعني انت بتتألق لكن الاستمرارية هو شيء مهم. في الفترة اللي فاتت هشام ما كانش في المستوى المطلوب، وبالتالي ايضا في تفكير في لاعب اخر في هذا المركز واللي هو بديل عن اكرم توفيق طبعا بعد اصابته، هو اللاعب ام بي علي فوزي، في ظل طبعا ايضا تألقه مع نادي انبي في الفتره اللي فاتت. زي ما قلت لكم النادي الاهلي ومعالي السفير اكد على ان النادي الاهلي بلغه النهارده بميعاد السفر ان شاء الله يكون يوم 25، ووصول ايضا يوم 25، نتمنى ان شاء الله الوصول بسلامه للنادي الاهلي. النهارده دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي اتكلم على الرحلات الفرديه، عشان برضو كان في بعض الامور وبعض الكلام على ان في بعض اعضاء مجلس الاداره بنظموا رحلة فردية أو رحلات فردية بعيدة عن الرحلات الخاصة بالنادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي من خلال الدكتور سعد شلبي قال لا نعلم شيئا عن الرحلات الفردية، والاستمرار في دعم السفر للجماهير في الفترة القادمة. وزي ما قلنا لحضراتكم النادي الأهلي بيدعم الرحلة الواحدة ب 3000 جنيه للفرد في الفترة القادمة بالنسبة للسفر
في مباراة النهائي. احنا يهمنا طبعا اكبر عدد من الجماهير يبقوا متواجدين، يعني ان شاء الله الاتحاد الافريقي يرد على النادي الاهلي ولازم يرد عليه. احنا بنتكلم احنا الاثنين الجاي المباراه النهائيه 29 30 ولا ايه، وبالتالي لازم الفكره الاتحاد الافريقي يرد سريعا عشان يتم تنظيم الامور الخاصه بالساعة، واكبر عدد من الجماهير يبقى متواجد، والتذاكر وحاجات كتير وتاشيرات زي ما كنت بتكلم كده مع معالي السفير. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. عندنا خبر خاص بالنادي المصري، كنا بنتكلم امبارح على هل معين الشعباني مكمل في ظل طبعا التراجع المستوى النتائج في النادي المصري. كان في اجتماع النهارده مع يعني سيادة المحافظ اللواء عادل الغضبان ومجلس اداره نادي المصري، وايضا كان في اجتماع مع معين الشعباني وتجديد الثقه في معين الشعباني بعد هذا الاجتماع. وفكره الاستقرار الفني مهمه جدا جدا في الوقت الحالي. اي تغيير ممكن يحصل للنادي المصري بتبقى الامور صعبه والامور هتصعب اكتر، ولكن اعتقد ان ده قرار مهم ومميز جدا من مجلس اداره نادي المصري برئاسه الاستاذ سمير حلبيه، طبعا يعني سياده اللواء عادل الغضبان رئيس محافظ البورسعيد، وبالتالي طبعا نتمنى التوفيق للنادي المصري في الفتره القادمه. النهارده مانشستر سيتي بعد حصوله بالامس على الدوري الانجليزي الممتاز بيعمل مسيره لفرقته واحتفاليه كبيره جدا في شوارع مانشستر زي ما انتم شايفين كده في الصوره، حاجه جميله للاحتفال ببطوله الدوري وسعاده كبيره جدا لجماهير مانشستر سيتي بعد حصولهم على الدوري الممتاز، واكيد يعني متعه تانية خالص. دوري انجليزي برضو الناس بتنبسط بفرقتها، وفرقه كبيره، فرقه يعني برضو يعني من الفرق اللي بنستمتع بيها، شفناهم حتى في دوري الابطال مع ريال مدريد بيعملوا مباريات جميله، مدربهم مدرب مبدع وبيبدع في كل تواجده مع اي فريق بيكون متواجد فيه، سواء في الدوري الالماني او الدوري الاسباني او حتى في الدوري الانجليزي بيعمل دايما فارق مع اي فريق. ايضا في ظل الامور الخاصه بمبابي نجم باريس سان جيرمان بعد تراجعه عن السفر او الذهاب الى ريال مدريد وتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، بيحتفل مع جماهيره بالتجديد حتى 2025. طبعا كانت صدمه لبريز رئيس نادي ريال مدريد وصدمه لجماهير ريال مدريد ان اللعيب ده ما يروحش، لان خلاص كانوا خلاص الامور اتفقوا على كل شيء والامور خلاص يعني متجه للرحيل الى اسبانيا، لكن فجاه تراجع عن التعاقد مع ريال مدريد امبابي وبيبقى بقى مع باريس سان جيرمان. هنشوفه في الايام القادمه والسنه الجايه هيكون عامل ايه، هل هيعملوا ايه في دوري الابطال. الحقيقه باريس سان جيرمان يعني برغم نجومه الكبار لكن حتى الان يعني ما خدش دوري ابطال في ظل النجوم الكبيره والاسماء الكبيره اللي متواجده في باريس سان جيرمان. طيب خليني برضو واحنا بنتكلم كده، احنا عندنا الدوريات كلها تقريبا انتهت، يعني احنا بس لسه مكملين لغايه اغسطس الجاي لغايه نهايته، وبالتالي كل الدوريات بما فيهم حتى الدوريات العربيه ابتدت خلاص بتنتهي. امبارح بالامس برضو الميلان بيحصل على الدوري الايطالي، بطل الدوري الايطالي بعد غياب مده طويله بالنسبه للكره الايطاليه. احتفالات موجوده من الجماهير، احتفالات موجوده من الاداره واللاعبين والجهاز الفني، ولكن الاحتفال للنجم الكبير ابراهيموفيتش النجم المخضرم، النجم اللي حتى الان مش عارفين هيبطل امتى، لانه ممتع في لعبه، ممتع في كلامه، ممتع في تصرفاته، عنده ثقة بنفسه كبيرة جدا جدا، حتى في احتفاله اللي كان موجود امبارح مع حضراتكم هيكون في الفيديو اللي هيبقى مع حضراتكم دلوقتي. وبعد كده ان شاء الله هنطلع لفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله كابتن رضا عبد الله هيكون معنا بأمر الله. كاملين مع حضراتكم، موجود معانا دلوقتي الكابتن رضا عبد العال نجمنا ونجم البريمو الدائم، برحب بيه. واكيد النهارده كلام مهم عن مباراه الزمالك واسوان ووصول نادي الزمالك الى المباراه النهائيه في كاس مصر 20
2021. كابتن رضا برحب بيك. حبيبي يا رؤى، ازيك؟ الحمد لله كله تمام، كله زي جاهز للحلقه؟ جاهز يا حبيبي. رايك في جيل نادي الزمالك السنه دي او الجيل ده عامه بشكل عام؟ الجيل ده لازم يمشي بصراحه، يعني بعد ما يوصل نهايه تقول له يمشي؟ النهارده في فضايح مش فضيحه، في فضايح. يعني احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على التحكيم والفار في ماتش الاهلي وانبي. طب والنهارده ايه بقى؟ ايه الفرق ما بين مباراه الاهلي ومباراه النهارده يا كابتن؟ لا ما بص، الفار جاي للاتنين دول، مش جاي للاهلي والزمالك. بص قولا واحدا، زي ما انت هتجامل هنا هتجامل هنا، انت بتخاف ليه؟ انت شايف النهارده كان في مجامله لنادي الزمالك؟ طبعا. في انهي كوره يا كابتن مجدي؟ التالته دي ضربه جزاء، ما التالته زي التانيه اللي ما اتحسبتش. ما التانيه عبد الغني دايس على رجل المهاجم ميدو جمال، الثالثه مقروقة دايس على رجل المهاجم. ايه بقى الفرق؟ انت رحت الفار، الفار ندالك، رحت الفار عشان الفار شايفها ان هي ضربه جزاء، انت خفت؟ دي كوره يا كابتن عملنا على الشاشه. رجله فين؟ وهات الثانيه برضو بتاعت عبد الغني. لو عندكم يا جماعه طب ما هو حسابها خلاص. انت عايز تقارن قصدك؟ الفرق ايه؟ يعني ده داس على رجله وده داس على رجله. يطلع يقول لنا بقى الكابتن، هو ما اعرفش اسمه، عبد العزيز محمد يوسف، محمد يوسف يطلع يقول لنا ما حسبش دي ليه؟ هو يعني حرام على نادي اسوان يتحسب له ثلاث ضربات جزاء، ما ان شاء الله يكون له 10، ما تديله حقه. دي 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 يا كابتن قصدك على دي؟ ما دي ايه؟ رجله فين؟ رجله فين؟ على رجل اللاعب. والثانيه كانت رجله فين؟ بتاعت رؤى. على الرجل ايضا اهي. يبقى ما دي تتحسب ودي ما تتحسبش؟ طب هو فكر ازاي الكابتن؟ طب لا، هو اللي يقول لنا مش انا. هو خاف. بص، طول ما مفيش عداله مفيش كوره في مصر قولا واحدا، والكوره في انهيار بسبب التحكيم والفار. لان برضو الفار في ساعات يجيلك ويبقى الحكم واخد قرار ويجي يقول لك لا ومش لا. طب انا بتكلم في التحكيم يا كابتن، ليه الناس او يعني حضرتك وبعض الناس اعترضوا لما النادي الاهلي قال لك انا حاسس ان الامور مش هاخدها في عداله، بالنسبه لي انا عايز حكام اجانب. انت ما دام انت بتتكلم على التحكيم المصري. لا انا ما اعترضت، وانا انا قلت له هات. كنت موافق؟ طبعا. قلت يجيب حكام اجانب عشان يعني انت بتقول ان مفيش عداله. انت اللي بتقول دلوقتي. لا انا اللي بقول لك ان مفيش عداله والفار جاي للاهلي حاسين بكده فطلبوا حكام اجانب في الماتشات الجايه. طب ما جابوش ليه؟ طب ماشي، اتحاد الكوره قال لا. ما اتحاد الكوره ساعتها في الوقت ده كان في دوريات شغاله، نهائيات في الدوريات، ثم دوري ابطال شغال، والكاس اللي هو بتاع الاتحاد الاوروبي. فقال لك دلوقتي، والنادي الاهلي قام جاي محدد لك خمس دول بالذات يجوا منهم، محدش عندهم فاضي. فقال لك هنجيب مش عارف منين، قال له لا هنجيب. يعني انت هو كان عايز من الخمس دوريات الكبرى كابتن، مش شرط. لا هو الاهلي حدد شروطه كابتن. لا ما انت بص، كان سعر الحكم كان هيدفع يا حبيبي. ماشي بقى، ما هرد عليك وقال لك ما فيش حكام في الوقت ده فاضيين. الاتحاد يعمل خلاص ايه؟ هو ارتضى بقى بالحكام لغايه الوقت اما يخلص فيه الحكام اللي من اوروبا. هي ضغطه ونجحت، والنهارده ضغطه ونجحت. يعني انا عشان كده انا بقول لك، لان انت ما دام ده وجهه نظرك يبقى كان طب عنده حق. تكررش ليه؟ الاهلي عنده حق في النقطه دي. ما تكررش ليه؟ لو الاهلي عنده حق كان بعد ماتش السيراميكا كان طلب حكام اجانب. ايوه، ما الدوريات لسه ما خلصتش يا كابتن، كان لسه اهو ماتشات اهو امبارح اهو. لا يطلب بقى، ما قال لك اطلب قبلها. لو هو عنده الطلب ده قبلها ب 15 يوم، مش هم قالوا كده؟ اي دوله بالنسبه للدوريات دي هو من المتوقع بعد ما يرجع الدوري مره اخرى للشكل الطبيعي النادي الاهلي يرجع الطلب مره اخرى. لو انت عندك نيه بجد من دلوقتي خاطب وقول احنا عايزين من دوله كذا ومن دوله كذا الخمس دول. طب نادي الزمالك ممكن يطلب حاجه زي كده في ظل هيطلب ليه؟ ما هو انت بتقول لي بيتخدم الاهلي والزمالك بيتخدموا خلاص، هيطلبوا ليه؟ ما بتجيله مع الطبطابه. طب تسمح لي يا كابتن هكمل النقطه دي مع حضرتك، خلينا نروح للكابتن احمد بيبو المدير الفني لنادي اسوان النهارده، اقول له هارد لك طبعا النهارده كفاح من الفريق اسوان. و اكيد واحنا بنتكلم دائما الكاس بيبقى الامور لعبه مختلفه والنتيجه بتاعته ممكن تكون كمان مفاجاه للبعض، لكن النهارده فريق اسوان حاول من البدايه احرز هدف، ولكن بعد كده عوده لنادي الزمالك. كابتن بيبو تحياتي ليك،
واكيد الضربتين الجزاء اثروا بشكل كبير على نتيجه اللقاء من يعني من وجهه النظر الجميع. كابتن رضا كمان يعني كان بيتكلم على النقطه دي. ذكرت تحياتي ليك كابتن محمد، تحياتي لكابتن رضا عبد العال. الحمد لله طبعا الحمد لله النهارده انا بشكر لعبت جدا، اداء مشرف للفرقه اللي استطاعت ان القسم الثاني بتلاعب احسن فرقه في مصر اللي هي متصدره الدوري بلاعبيها الدوليين اللي بقول عليهم من كل الجنسيات، ان احنا نقدر نطلع بالشكل ده في سوء توفيق في ضربتين الجزاء. لو جوم كان ممكن الشكل يتغير، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ما اقدرش الوم اللعيبه على حاجه، اللعيبه عملوا اللي عليهم لغايه اخر الماتش، هم بيحاولوا. طول ما انت بتحاول بس ما فيش توفيق يبقى انت خلاص، يبقى انت كده عملت اللي عليك. وشكرتهم كلهم بعد الماتش. الاثنين اللعيبه دول هم المسؤولين على تسديد ضربات الجزاء يا كابتن؟ عايز اقول حاجه كابتن محمد، يمكن محمد رزق خاصه يعني احنا جالنا 8 ضربات جزاء في الدوري بتاعنا في القسم الثاني، نسبته 100% ما ضيعش ولا واحد. برضه ده حروق، يمكن عشان حضرتك عارف ماتشات الكاس بنتمرن كتير على ضربات الجزاء، يمكن برضه في طول الاسبوع ما ضيعش ولا واحده. فهي الحمد لله سوء توفيق، كان اي حد هيشوط غيرهم كان هيضيعها برضه. كابتن بس يعني بعد اذن حضرتك طبعا انا بهنيك النهارده على اداء الفرقه وعلى ادارتك للمباراه وتغييرك لميدو جمال اللي هو نزل جاب ضربه الجزاء الثانيه، بس كان المفروض يبقى بدري شويه، ولكن طبعا بنهنيك على الاداء والمستوى اللي ظهر بيه اسوان طول الفتره. انت اللي مسيطر وانت التغييرات بتاعتك كان ليها على طبعا على قد الامكانيات، عشان الناس بس تبقى فاهمه في يعني قارن الاهلي والزمالك بالفرق اللي هي زي اسوان والفرق اللي هي في الممتاز به، بالذات لما بتكون بتلعب غير لما بتكون واخده الاحساس في الدوري الممتاز لما بتكون بتلعب يعني في الدوري الممتاز. فطبعا بنبارك لكم على الصعود والكلام ده، ولكن الماتشات دي بيبقى لها حساسيه ثانيه، وانتوا النهارده احرجتوا نادي الزمالك وليكم 3 ضربات جزاء، وانا من وجهه نظري ان الجون الاولاني فيه شك مش عارف يعني جون ايه يا كابتن؟ جون نادي الزمالك محمود علاء. جون نادي الزمالك. انا 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 احساسي ان هو سابق بخطوه، بس هم لما جابوا الخط برضو ما نعرفش الخطوط دي ازاي بتتعدل وتتعوج والكلام ده. يعني بس اتصلت بينا اثناء الماتش كون بخايف، بس احنا طبعا بنحترم التحكيم طبعا. كابتن محمد انا شايف عمل ماتش كويس. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس يا كابتن رضا، بمناسبه الشوط الاولاني واحنا كنا ليه بنلعب، كان كنا يمكن الشوط الاولاني بنلعب بثلاثه ورا وعندنا شاب سترايكر ما كانش فيه فيرو صريح. المشكله كلها يا كابتن ان احنا اخر ماتش لعبناه في الدوري يوم 14 ما عرفناش طبعا من قله الامكانيات ان احنا نرجع نتجمع في اسوان او نتجمع في القاهره، كان نص الفرقه هنا ونص الفرقه هناك، يمكن اتجمعنا يوم 18، فكان عندي قلق كبير في الجاهزيه البدنيه للفرقه. ده اللي خلانا ان احنا يعني نصبر شويه الشوط الاولاني نلعب بالطريقه دي، والشوط الثاني لا هو طبيعي طبيعي يا كابتن بيبو ان لما بالذات الفرق اللي هي الصغيره لما تجيب اهداف في اول 10 دقائق ربع ساعه مع الفرق الكبيره ده غصب عنك وغصب عن اي مدرب، بيتراجعوا بيبقوا خايفين على الهدف والكلام ده، بدليل ان بعد الهدف رجعوا تاني يهاجموا والشوط التاني بداوا يهاجموا تاني لان خلاص الموضوع فلت. بس ال 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 يعني عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل يا كابتن. لو ضربه الجزاء دي كانت اتحسبت كنت انت اللي هتشوط ولا مين اللي هيشوط من الجهاز؟ انا عايز اسالك بس سؤال مهم جدا كابتن، يمكن الهدفين يعني بتشوف الاسباب الخاصه بالهدفين ورا بعض بتشوفوا ايه يا كابتن من وجهه نظرك كحاله فنيه حضرتك متواجد جوه الملعب يعني اللي جم فيكوا؟ تاني كابتن محمد معلش. الهدفين اللي احرزهم نادي الزمالك يعني بتشوف ايه الاسباب من وجهه نظرك في الملعب هي اللي خلت نادي الزمالك يقدر يحرز هدفين يعني ورا بعض؟ كابتن محمد يمكن انا بقول لك ان الحاجتين بس اللي قلتهم النهارده عن نادي الزمالك يمكن ثلاث حاجات اكتر. الكور الثابته هم مميزين فيها جدا، خصوصا ان هم بيلعبوا ثلاث ارتباكات والثلاثه بيلعبوا بدماغهم كويس. دي اول حاجه حذرنا منها. فرقه نادي الزمالك من اكتر الفرق في مصر اللي بتعمل الترانزكشنز اللي هي التحولات من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بسرعه عاليه جدا، من اشرف بن شرقي ويوسف اوباما وزيزو. دي اكتر حاجه حذرت منها قبل الماتش. يمكن الجون الاولاني جه من كره ثابته، الشوط الجون الثاني جه كان اول اثنين رمي تماس لينا نزلت على 18 رجعنا ببطء شويه جاب جون نادي الزمالك. دي يا كابتن جونين في دقيقه، ده انا شايف ان هو قله خبرات بس مش اكتر، بس انا شايف ان اللعيبه الحمد لله عملوا اللي عليهم النهارده. التحكيم النهارده ادى حقه لاسوان يا كابتن؟ انا شايف ان كابتن محمد كان عامل ماتش كويس، و لسه ما شفتش انا لسه ما رجعناش الفندق نتفرج على الحالات اللي حصلت يعني، بس انا شايفه جوه الملعب شكرته بعد الماتش برضه.
يا عم انت ما توقفوش، احنا اللي نتكلم انت ما تتكلمش. انا بقول له انا هتيجي عليه هو هيقفوه هيقولوا انت عملت مداخله يا عم اسمع بس يعني هيجوا على يعني هيسيبونا احنا وهيمسكوا فيه هو. طيب كابتن بيبو خليني اسالك، يمكن كان معايا يعني دكتور الشافعي كان منذ قليل معايا على الهاتف وكلمته على عمليه التجديد في الاداره الفنيه او تجديد الثقه في الاداره الفنيه في الموسم اللي جاي. قال لي انا شخصيا موافق ولكن ما بعد اجتماع مجلس اداره. هل كابتن بيبو ليه تفكير اخر في الفتره القادمه مع نادي اسوان؟ والله يا كابتن محمد انا ما اقدرش على حضرتك برضه، احنا الحمد لله الانجاز اللي احنا عملناه السنه دي مع الفرقه اللي حضرتك شايفها. برضه انا بحترم طبعا وجهه نظر النادي، احنا اخر يوم لينا 4/6 اخر ماتش في الدوري، هنقدم التقارير بتاعتنا اللي حصل اللي فات واللي جاي وطموحنا ايه. يعني مجلس الاداره ليه كل الحريه طبعا ان هو يقرر التفاصيل اللي مين يكون موجود او مين مش موجود. في نفس من اتجاه اخر بقى الحمد لله احنا يمكن اللي عملناه ده جاب لنا عروض، وعروض الحمد لله كويسه. انا والجهاز اللي معايا هنقعد في اخر الموسم كده ونرتب امورنا كده، ولا ربنا رايد هيكون يعني ان شاء الله. وجهه نظر كابتن في حال يعني الصعود السنه الجايه للدوري ولعب الدوري الممتاز، اسوان كان ليه تجربه السنه اللي فاتت في الوجود ثم النزول، هل وجوده بقى السنه دي هل يبقى ليه وضع مختلف ولا الامور ممكن تبقى بنفس السيناريو السنه اللي فاتت؟ لو الامور يا كابتن انا بكلم حضرتك بكل صراحه بكل وضوح، لو الامور الماديه زي ما هي زي ما حصل الموسم اللي احنا فيه ده هيبقى الموضوع البقاء صعب وصعب جدا. لكن هو النادي فتح موضوع الاستثمار ان هو يجلب حد للنادي ان هو يقدر يساعد معايا في النادي في الموسم الجديد. انت حضرتك يا كابتن محمد شايف كل اللي بيصعد، حتى السنه دي اللي صعد معانا في فرقتين مؤسسه حرس الحدود الداخليه السنه اللي فاتت فيوتشر والشرقيه للدخان وفاركو كلها فرق شركات خلاص الدوري كله شركات وكله مؤسسات عندهم استقرار مادي. اللي عنده استقرار مادي ويقدر يستقطب لعيبه كويسه هو اللي هيكمل في الدوري، لكن الامور صعبه في الموضوع ان هو يقدر يستقطب لعيبه كويسه يبقى اموره صعبه في الدوري ان هو يبقى يعني. انا بتفق معاك يا كابتن. كابتن بيبو هارد لك النهارده، نشوفكم ان شاء الله في الدوري الممتاز بشكل افضل ان شاء الله الموسم اللي جاي. كابتن احمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق اسوان. كابتن استاذنك كابتن رضا نطلع الفاصل ونرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها ونقطه حقيقة اسوان النهارده باللي يبقى يفوز ويتاهل ولا الزمالك هو اللي كان يعني كان ليه سبقه وليه حقه يفوز. حق الفوز. عايزك تديله حقه. انا عارف اديله حقه، ما انت في ضربتين جزاء وضاعوا اديله. طيب. حقه ولو ضاعت يبقى خلاص انت بس ادي لكل واحد حقه. نطلع الفاصل، انا عايز اكلمك فنيا هل كان الزمالك يستحق فنيا؟ هي دي النقطه اللي انا بتكلم عليها. نطلع الفاصل ومكملين مع كابتن رضا على طول. كملين مع كابتن رضا عبد العال ومع حضراتكم. كابتن رضا كنت بسالك قبل الفاصل، هل يستحق اسوان خروج من الدور قبل النهائي او يستحق الزمالك الوصول للمباراه النهائيه؟ لا انا يمكن قبل ما تخرج انا بقول لك ادوله حقه لاسوان. لاسوان هو له ضربه جزاء اداها له، ضاعت ما ضاعتش يبقى انت اديته حقه، ما تشيلش انت الذنب. انما كده لا، هم ممكن ضربه الجزاء دي لو جت ودخلت هتغير نتيجه المباراه، هتلعب وقت اضافي، وانت شفت فرقه اسوان الشوط الثاني باخر ثلث ساعه هي متفوقه على نادي الزمالك وهي الاكثر. ده في واحده اتشاطت اللي هي في اخر المباراه دي اللي هي اللوب دي لو في الجون جون. ضربتين الجزاء لو مش عوادي النهارده ويحمد ربنا فيريرا اللي طبعا جماهير الزمالك بقى اللي كانت طالعه بيه السما وطالعه بيه ايه رايكم بقى؟ طالعه بمين؟ بفيريرا. جبنا خلاص البروف، جبنا البروفيسور. الراجل وصل لهو النهائي كابتن. وصل ايه؟ وصل بهياد دي عواد وبايد ده. ما هو جزء من الفريق. فين انت كتكتك بقى وفرقه لما طيب انت تكلمني تقول لي فنيا النهارده الزمالك ده بيلعب بثلاثه مساكين، بيلعب 3-4-3 قدام اسوان ودخل فيه جون ومش عايز يغير الطريقه وبيلعب براس حربه مش راس حربه اصلا ومقعد اتنين مهما كانوا مش كويسين. بس انا بلعب اسوان يعني مع كل الاحترام طبعا. 3-4-3 دي ما تتلعبش قدام اسوان يعني؟ لا طبعا. ليه يا كابتن؟ الماتشات الصغيره دي او الفرق الصغيره ده دي ده ماتش مش صغير يا كابتن. لا دور قبل نهائي حبيبي ومفاجآت ممكن تحصل في اي وقت في الماتشات اللي زي كده. انت لما هتلعب باتنين هتبدا المباراه باتنين رصاد حربه انا كمدرب
وفرقه صغيره زي فرقه اسوان دي لازم هادي تعليمات ان واحد من نص الملعب ينزل في قلب الديفنس عشان اسقط حد ليبرو عشان ما يبقاش عندي كثافه عدديه في الحته دي. اصبح ان انت امتلكت نص الملعب من غير ما تعمل حاجه، ده في الماتشات اللي هي الصغيره. امال بقى قدام النادي الاهلي بقى وبيراميدز هتلعب بكام؟ ايوه ممكن كمان، لا انا ما اعرفش تفكير، ممكن الراجل يقول النهارده يقول لك انا بلعب النهارده بجرب حاجه، يجرب ايه عشان العب بيها في الماتشات الجايه، يجرب يكسب اربعه وخمسه عشان لما يبقى في ضرب الجزاء زي كده انت تقول ايه مش هتفرق. يعني مثلا لو الزمالك كسبان اربعه ولا خمسه النهارده وجت ضربه الجزاء دي وما اتحسبتش مش هنقف عندها كتير. ليه؟ اسوان جايبه جون وضربه الجزاء ما اتحسبتش هيبقى اتنين مثلا وانت كسبان خمسه، يبقى الفرق مثلا لو هم جابوا الجون مش هتفرق في نتيجه المباراه، انما النهارده ضربه الجزاء دي تفرق لان 2-1 هيبقى 2-2. وبعدين الفرقه الصغيره دي لما بتيجي من بعيد بتبقى صعب بعد كده تكسبها، استقتال بقى وبيموتوا نفسيهم وبيقاتلوا على كل كوره وما بيفرطوش بعد كده لو راحوا الجول، ان عارفين ان ممكن ما يوصلوش تاني للجول. فانا بقول لك فين هو بقى، ما تقوليش بقى وصل طبيعي يوصل النهائي، انت بتلعب فرقه بتلعب في الممتاز به صعدت والف مبروك لهم الصعود وكل حاجه. وعلى فكره برضو للناس في اسوان لازم الفرقه تدعم، ما هو بيتكلموا في النقطه دي لازم يا كابتن ماديا لازم مش تطلع وتنزل وتطلع وتنزل ما ينفعش. وانا كان ليا راي في الموضوع ده ان زي ما فيوتشر وزي فاركو لما طلعوا دلوقتي وهم وسيراميكا السنه اللي فاتت والفرقه دي، احنا عايزين الفرقه دي، عايزين الفرقه دي اللي هي الاهلي يكسبها بصعوبه والزمالك يكسبها بصعوبه تحل الدوري وهي تبقى ماشيه تبقى الحصان الاسود السنه دي والسنه اللي فاتت والسنه اللي جايه، انما مش فرقه تطلع وتنزل يا فرحتي ما ينفعش. فهم عليهم من دلوقتي لازم يدعموا. فانا بقول لك نرجع فنيا لنقطه الزمالك، نرجع فنيا بقى، انت شايف ان بدايه او طريقه اللعب اللي ابتدى بيها المدير الفني نادي الزمالك فريرا غير صحيحه في مباراه زي كده، وفي نفس الوقت ما انت ساعات بتقول لي برضه كابتن عشان بس نرجع لكلام حضرتك زمان ان ما يهمش انت بتلعب الشكل او الطريقه الخططيه ازاي، المهم تحركات اللعيبه في الملعب تبقى عامله ازاي او التعليمات اللي بيديها. طيب لما انت تلعب بثلاثه مساكين، يعني عبد الغني ما كانش بيزيد؟ لا طبعا ما حدش بيزيد، ما حدش بيزيد، ثلاثه مساكين واقفين ورا، وهنا حازم امام ناحيه الرايت وهنا احمد فتوح واثنين الديفندرات امام عاشور وروقه، واخد بالك، وساب الحمل كله على زيزو واشرف بن شرقي واوباما. فين الاختراقات اللي حصلت؟ اه انت مستحوذ بس بتلعب كل الكور بالعرض بالعرض بالعرض. الجون راحت له كورتين، الكوره بتاعت الونش اللي طلعها والكوره بتاعت اوباما اللي هي من الضربات الثابته، خلي بالك مش كور اللي هي المتحركه اللي هي جمل، بس هي يعني حاجه بتتنفذ اكيد بينفذها في التمرين، ولا بتتنفذ ولا بتاع، ده من عند ربنا، ده كورنر طلع عادي وتترفعت واحد من عند اسوان لمس دماغه غيرت اتجاهها راح للونش حطها الجون قام جاي صاددها، والثانيه كوره برضو نفس الكلام قام اوباما حاططها بس في نص الجون الجون صدها. انما انت مش عاملها جمله متحركه يعني جمله ان انت اتحركت في اللعيبه وخلخلت الديفنس بتاع اسوان ورحت بيها وعملت، الا اللي هي الهجمه الوحيده بتاعت الجون الجون الثاني اللي هي اتعملت نموذج اتقطعت على ال 18 من الونش لاوباما لزيزو لبن شرقي وقف عليها لغايه ما جاله اوباما وحطها له. هي دي اللي وده مش شغل مدرب، ده دي عشان فرقه اسوان كانت مهاجمه وفي كره كانت خطر على نادي الزمالك، بس هم استغلوا النقص العددي في الديفنس فاتعملت اللعبه دي، انما لو في الاربعه واقفين ورا مش هيعملوا الكلام ده. بدليل ان طول الماتش ما شفتش الكره دي تاني. طيب فنيا النهارده من اللاعبين اللي ممكن تقول ان هم رجعوا لمستواهم في نادي الزمالك او بعيد عن مستواهم مين يا كابتن؟ بن شرقي وكان زيزو النهارده على فترات. احسن من الفترات اللي فاتت؟ لا كانت. هم اللي بعيد وعشان كده ما حسيتش بفرقه الزمالك ان هي ليها الكلمه العليا في حته اللي هي الايجابيه على المرمى. كل الكور النهارده بتاعت اشرف بن شرقي ما فيش الا الحسن الوحيد الجون، واخد بالك، واوباما الحسن الوحيد الجون، وزيزو النهارده يعني بيلعب لجوه كتير مش عارف ليه، يعني مع ان المفروض ان انت في كذا كوره كده يعني زي الجون اللي انت عملته لو اتعملت من لمسه واحده
هتسبب خطوره وهتبقى اخطر من كده. انا ليه سالتك في اول الحلقه شايف الجيل الحالي ده بالنسبه لنادي الزمالك ايه يا كابتن؟ لان كان جماهير نادي الزمالك حاطه امل كبير جدا في الفتره اللي فاتت على الجيل ده. لا على المدرب. مع الجيل. بص ما انت عندك لعيبه برضو. لا ايه ده ما عندكش لعيبه يعني؟ لا انت عندك لعيبه كويس. ما عندي انا ما عنديش الاربعه قلناهم معاك المره اللي فاتت، اربعه او خمسه بالكتير. والباقي كله الصلاحيه انتهت، احنا قلنا الكلام ده. احنا مش عايزين نضحك على النادي. بص انت دلوقتي عشان نادي الزمالك واللي احنا سامعينه واللي احنا بنقراه على المواقع واللي الاعلاميين بيطلعوا يتكلموا فيه وصفقات جديده ولاعيبه جديده ولاعيبه محترفه من بره على اعلى مستوى، طب انت جبت الناس دي، طب والمدرب اللي قاعد عندك ده اللي فكره قديم قوي هتعمل فيه ايه؟ مش مواكب العصر ده، مش مواكب ده. النهارده بيلعب قدام اسوان بثلاثه مساكين، ثلاثه مساكين، ده انا ممكن العب بمساك واحد، ده انا عايز كنت عايز بقى الماتش. ده انت واكسب. بتلعب بثلاثه ودخل فيك جول يا كابتن. ما انا بقول لك وايه وطول طيب. الماتش انت متكهرب وفي ثلاث ضربات جزاء، ده دخل فيك جول وفي ثلاث ضربات جزاء ما دخلوش جوان، اتنين اتحسبوا وما دخلوش وفي واحده ما اتحسبتش، واخد بالك؟ طب لما انت بتلعب بثلاثه يبقى قدام الاهلي ماشي، بيراميدز ماشي، انبي الماتش اللي فات ماشي، انما في فرق لازم تكثف نص ملعبك وهجومك عشان تكسب. وبعدين لو عايز اجرب انا قلت ممكن الراجل عايز يجرب، انا وانا بتفرج يعني ما يعني ما جربش في ماتش ممكن يكون في مصير اوصل نهائي او لا. انت ايام ما كنا بنلعب يا فاروق تيجي تلعب ماتش زي ده كان بيتقال لك ايه اول كلمه هيتقال لك ايه؟ خلص الماتش بدري، اوعى يعدي ربع ساعة غير لما اكون مهدف. خلص الماتش بدري طبعا. ليه؟ أول ما بتهدف الفرقة التانية بتبقى أصلا خايفة منك ومرعوبة منك. خلاص فأنت جبت جول فهم بيقول لك إيه؟ خلاص بقى لا ده نازل مكشرين عن أنيابهم وسنين السكاكين بتاعتهم والكلام ده، فالدنيا بتبقى مفتوحة فبتكسب اتنين وتلاتة وأربعة وبتخلص. لما بتبقى راس براس الموضوع بيقلب عليك. واخد بالك؟ ليه؟ لان انت برضو مهما كان بتبقى حاسس كلاعب اهلي او زمالك ان انت في اي وقت هتكسب. في اي وقت من المباراه هتكسب. هما بقى الاستموات والصراع على الكره طول ما الوقت بيعدي هما بيبقوا اعلى منك مش فنيا، طول ما هي 0-0 او هو او كسبانين بيبقى الروح هنا اعلى من لعيبه الاهلي والزمالك. واعمل بقى بعد كده وخش فورمتك تاني بقى لما تكون بقى يعني جبت جونين زي كده في دقيقه وبعد كده بقى اتفتح الجيم وتجيب التالت والرابع وبعد كده بقى تلعب براحتك. انما طول ما انت تبقى راس براس معاهم لا هم يكسبوا. حتى بعد الهدف يا كابتن الاول والتاني نادي الزمالك حسيت ان في تطور او اصل الهدفين جم في ثانيه. يعني جم في دقيقه ونص. يعني الزمالك جاب الجون هوب اتسنطرت راحت طلعت اوت اتحدفت اترد الجون التاني. لو 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 فضل مثلا دقيقتين ثلاثه وما جاش الجون ده كان النتيجه هتبقى 1-1، لان مشكله لعيبه الزمالك الفتره دي بمديرهم الفني ان هم ما بيعرفوش يجيبوا جون، بس سهل انه يخش فيهم جون. امال انت قاعد بتعمل ايه يا عم البروف؟ انت قاعد لازمتك ايه بقى؟ ده مغير امتى في الدقيقه كام؟ يعني انت شايف بن شرقي مش فايق من اول دقيقه وعمال يقع ويزحلق ويمسك الراجل من رجله والكلام ده، واخد بالك؟ لازم تغير. التغيير الوحيد اللي بدري شويه كانت بتاعت عمر السعيد. عمر السعيد نازل في الدقيقه كام؟ 67. طب ودي بدري؟ يعني انا بقول لك اللي بدري شويه لان بن شرقي خرج في الدقيقه 91. لا ما انا بقول لك ده الكلام ده من بدري بقى. نشط بعد الجون وانت شايف ان فرقه اسوان بدات تهاجمك وحطاك في نص ملعبك، لازم اجدد بقى انشط الفرقه تاني. هو سؤال بس كابتن، انت بتقول لي المدير الفني نادي الزمالك مش مواكب العصر، مواكب ايه يعني؟ مواكب الكره العصر في الكره المصريه ولا مواكب العصر في الكره المفروض اوروبيه؟ لا مش مواكب دلوقتي الكره الحديثه. بدليل بس احنا في مصر بنلعب كره حديثه؟ لا ما انت لازم تلعب كره حديثه. ما هو انت بص احنا قلنا دلوقتي كل المدربين اللي جايين على الله التسهيل. على ايه؟ على الله التسهيل. يعني سواء كل احترام ليهم يا كابتن طبعا، هم يعني الناس جايين برضو يعني اكيد ما بيجوش كده وخلاص سي في وناس كان ليهم تجارب. يعني الراجل ده اخد دوري مع النادي حبيبي ماشي، ما لهمش بصمه، ما لهمش بصمه. دلوقتي الكوره خلاص اختلفت عن 2015. 2015 هو كان بيلعب بثلاث ديفندرات، هو اللي دلوقتي بيلعب بيها لما بيكون عنده الثلاث ديفندرات.
طب اسماء اللعيبه اللي كانت موجوده معاه في الوقت ده هي هي ناس لو هنقارنها باسماء اللعيبه لا ما كانش حد يعرفهم اني احسن لا لا سنه ما كانش حد يعرفهم اني احسن قول لي لا كده. اللي كانوا معاه الاول احسن من دول لان دول فيهم ناس صلاحيتهم انتهت انما الاول كان في ناس جعانه كوره وجايه من فرق عايزه تثبت نفسيها يعني انت عايز مثلا تقنعني ان مثلا طارق حامد احنا كده كابتن حليناها ان الراجل الادوات اللي معاه منتهت الصلاحيه يابا بس يبقى له تكتيك فني نحس بيه حاجه هي بتتعمل نشوفها زي مثلا تركيز جون ياسر اللي انتوا مش عاجبكم ده وتقول لي ده خسر امبارح والكلام ده لا وانت لسه ده انا هسيبك لا انا بقول لك لا لا سنة لا بس لا لا ما لا سنة في الحته دي لا ماشي هقف لك بس أولاً بص اولا بص لا اسمع بس انت قلت هياخد دوري ولو في العداله الموضوع مش عداله هنا بقى كابتن يابا انا قلت لك فكر مدرب واستغلاله للادوات اللي عنده اسمع مش موجود اسمع مش اسمع موجود. اسمع ده سادس ماتش له صح لا انت كل شويه هتقول لي اسمع لا لا انا بكلمك جاي. انا بكلمك لعب بس ماتشين قول يا كابتن هتخلينا اكمل ولا ما اتفضل اتفضل انا بقول لك اما ببرر له بعد الماتش بس هو له بصمه افتكرتك انت ما افتكرتش لا يا حبيبي كلكم هتفتكروني انا ليه لان انتوا اصلا ايوه الرؤيه بتاعتكم انا بكلمك دلوقتي في الكوره واختلف لا انا قلت لك ايه اول هام لعبته ما تتامرش عليه حصل وربنا لعيبه بيراميدز عايزه تكسب وربنا زي الناس لما بقول لك يعني اللعيبه اللي موجوده دي وربنا ما عايزه تكسب يعني هو ده رمضان صبحي يعني اسمع بقى ده رمضان صبحي وعبد الله السعيد وابراهيم عادل وفخر الدين باليوسف اللي هم بتوع السنه اللي فاتت طب نعمل مش هي دي ادواته هو كابتن انت مع مدير فني ان دي المفروض يبقى دور المدرب ومع مدير فني لا ده اللعيبه هي اللي المفروض يا حبيبي عنده لعيبه كويسه لا ولعيبه احسن من لعيبه الاهلي والزمالك بس اللعيبه مش في دماغها تاخد بطوله ودي فرصه عمرهم دي فرصه عمرهم طب هقول لك على حاجه امبارح اتفرجت على الماتش اتفرجت عليه الاتحاد راح كم مره للجون غير اول خمس دقائق على فكره هما بيلعبوا فريق كبير زي الاهلي والزمالك ايوه ماشي فانا بالنسبه لي لا انا بكلمك راح كم مره للجون اول خمس دقائق اللي هي الدربكه وشريف طلع كورتين وخلاص على كده بعد كده هما متسيدين المباراه بس اللعيبه مش عايزه مفيش الحميه مع ان المفروض دي فرصه عمرهم رمضان صبحي عشان الناس اللي هي عماله تعايره بالطموح وانت رحت نادي الطموح ورحت لا ادوسه شويه رمضان صبحي امبارح ما عملش حاجه مثلا من الحاجات اللي كان بيعملها عبد الله السعيد امبارح في واحده بيشوطها ولو حطها لابراهيم عادل انفراد طيب بخصوص بيراميدز هرجع لك تاني يا كابتن لان تركيز جونياس اعتقد ان الكلام كتير عليه مع حضرتك بالذات في ظل بس له بصمه استنى بقى ما هي البصمه لا استنى بس استنى ونرجع كابتن استنى بس معلش قبل الفاصل مهم قبل الفاصل له بصمه على الاقل في كوره بتتلعب انت اللي بتشوفها لا في الاهلي ولا في الزمالك فين الكوره طيب هطلع لفاصل يا كابتن كل احترام لفريق بيراميدز لانه بيقدم ساعات كوره حلوه وساعات بيبقى هو من يوم ما جه الراجل بيقدم كوره حلوه بس النتائج هطلع لفاصل وهرجع اكمل نقطه بيراميدز وتوقعه كان لحصول بيراميدز على الدوري الممتاز بس يعني بالنتائج والاهلي ماشي حلو والزمالك ماشي حلو الامور مش هتبقى ايه يا عم فاروق في ايه طب هطلع لفاصل يا كابتن فاصل ومكملين مع كابتن طيب مكملين مع حضراتكم كابتن رضا كنا بنتكلم على ماتش الزمالك لكن احنا تحولنا الى بيراميدز بما ان بيراميدز لا هنرجع تاني الزمالك وبعد كده خلينا في بيراميدز لكن هكمل نقطه تركيز جونياس ودوره في نادي بيراميدز في تطور الاداء هل حتى الان والبعض اللي بيشوفوا بيحللوا مباريات الدوري شايفين ان بيراميدز يعني ما فيش اي جديد دول ما بيشوفوش حصل. خليك معايا انا مالكش دعوه بدول ازاي يا كابتن اسمع انا اللي اقول انا ما بشوفش انا كمان لا انت قصدك على المحللين التانيين دول بيطبلوا عشان ان هو يخلوا نادي ولا نادي تاني هو اللي ياخد البطوله انما انا بكلمك على رؤيه انت فرقه بيراميدز الخمس ماتشات او الست ماتشات اللي الراجل لعبهم هو لعب ثلاث ماتشات كسبهم صح واحده تعادل واثنين خساره صح تمام طيب دولت ست ماتشات مفروض ان انت ما تحكمش عليه انت انا قلت لك احكم عليه من بعد يعني من بدايه الدور الثاني بقى يعني سيبك من الدور الاولاني عشان هو بيستكشف اللعيبه اللي هو ايه هيبدا والطريقه اللي مين اللي هيناسب الطريقه من اللعيبه دي واخد بالك بس هو الوحيد اللي في الدوري المصري اللي بيوصل لاي فرقه اي فرقه للجون وبيضيع
انت ما بتضيعش لا في الاهلي ولا في الزمالك ولا باي فرقه تاني غير في يوتشر مع علي ماهر او احمد سامي لما كان في سموحه. ازاي كابتن الاهلي ما بيضيعش؟ مش الاهلي بيضيع عن طريق اللي هو ايه؟ اضغط وصلى على النبي. لا اسمع لا الكلام. لا يا كابتن مفيش فيجو. اسمع مفيش سيمتريه في اللعب مفيش اداء مفيش خطه. الماتش اللي مش اللي فات اللي قبله اللي عمليه نقل الكره ال 1 3 والامور الخاصه بال فين ده ماتش ايه؟ كان ماتش ايه اللي جاب فيه محمد شريف جوال؟ عايز اتذكر الماتش كان فيه جول حلو قوي. كان البنك الاهلي؟ لا قبل البنك الاهلي. لا قبل البنك ما شفناش لا الوان 3 ولا لا 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 الاهلي بيلعب كوره حلوه كانت في لا 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 وما بيتقل جزء اسال جماهير الاهلي اسال جماهير الاهلي اللي هي الناضجه اللي فاهمه كوره اللي هي بتحب النادي الاهلي بجد هتقول لك احنا ما بنلعبش كوره. انما انتوا بس بيروحوا في جماهير تانية. هو انا دلوقتي اما اوصل للجول النادي الاهلي بيضيع ده كم. طبيعي ده انت عندك احسن لعيبه في مصر انت عندك احسن لعيبه في مصر انت عندك بيرسيتاو وعندك محمد شريف وعندك قفشه وعندك حسين الشحات وعندك طاهر محمد طاهر وعندك ميكسوني وعند ده الزمالك بقى طب لما واحد بيطلع ما تعرفش مين اللي هينزل. احسن لعيبه في مصر بيراميدز بقى مش انت لسه قايل من شويه ان هم احسن من الاهلي والزمالك دلوقتي هم لان عندهم ميزه عندهم ميزه ان الاداره هنا في النادي الاهلي اني خلصت البطوله فكر في بطوله التانيين نايمين في ميه البطيخ زي ما بيقولوا مش في دماغهم مش في دماغهم بطوله مع ان المفروض ان هم جايين من النادي الاهلي لعيبه يعني اللي لعب 7 سنين واللي لعب 5 سنين واللي لعب يا راجل شهر في النادي الاهلي يعرف ان هو بيلعب على بطوله يبقى الاداء احسن من كده يا فاروق دولت انت عارف اللي هو بيقول لك ايه شبع ومش عايز ياكل تاني دولت اللي عايز يروح يترفه يطلع على بيراميدز انما اللي عايز يشوف الويل بقى وياكلها بعرق بجد روح اهلي وزمالك لان دولت على طول في البطولات وعلى طول وبالذات الاهلي يعني ده ما انا بقول لك انت بتاخد الدوري النهارده تاني يوم بتقول لك انا بفكر في كاس مصر بتاخد افريقيا بتقول لي بفكر في الدوري بتاخد الدوري بتقول بفكر في كاس العالم للانديه مفيش نفس لا مش هتتنفس انت لا هم عندهم الطموح بص عندهم التتويج والمنصات بتاعت التتويج دي اهم حاجه عندهم ده وانت عارف الكلام ده احنا هنتكلم تمام في الكلام تمام مش تمام موجوده في اي نادي الا ممكن مثلا نقول 60% لما بيكون نادي الزمالك مستقر طيب يعني انت لسه عند رايك ان بيراميدز هو بطل الدوري احمد كلمك احمد رضا كلمك والله ابدا اقسم بالله ابدا انا بقول لك بيراميدز هو بطل الدوري برضه لو في الحالتين اللي انا قلتهم العداله بياخد يعني بياخد العداله لا ما بياخدش العداله انا ماتش امبارح كان عداله جدا لا 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 في مش اي مشكله تحكيميه الفاول مش فاول الفاول اللي حسب منه جون مش فاول انت لازم تطلع حاجه لا 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 الفاول بتحسب وما تحسبش هو استنى بس استنى بس لكن استنى بس الماتش انت ما جبتش جوال ولا انت اتكلمت في الانترو النهارده على الجون بتاع الزمالك الاولاني ان هو في شك اتكلمت عنها لا مين اللي اتكلم انت ما انا سايبك انت طيب تتكلم طيب امال احنا بنيجي نحلل انا سايبك انت اللي تتكلم لا احنا بنيجي نحلل ليه عشان تقول بما يرضي ربنا احنا لا هنا لا اهلي ولا زمالك ولا احنا بنقول الحق على كل الاندية الاندية الضعيفة دي او الصغيرة دي لازم تاخد حقها ما انت مش على طول دبحها عشان الاهلي يكسب وعشان الزمالك يكسب وعشان بيراميدز يكسب بس في ماتشات التحكيم بيبقى له دور ولو عايزنا ارجع لك بالذاكرة في الثلاث سنين اللي هم اللي فاتوا لما كان بيراميدز معاه المستشار ترك ايه اللي حصل في الدوري ده بيبعتوا له اسماعيليه يخسر بفعل فاعل له ضربه جزاء بتترد عليه بتخش جون بدل ما يكسب المباراه وقلت لك ساعتها العداله ان المفروض يبقى زي ما الاهلي ما بيروحش والزمالك بيراميدز ما بيروحش طالما بينافس لا انما دول يروحوا عادي ما فيش مشكله انما الاهلي والزمالك ما يروحوش انهي دوري ده انهي دوري اللي يبقى فيه الكلام ده انا قلت لك من اول الموسم الملامح بتبقى واضحه مين اللي ماشيين في السباق والتلاتة دولت يتطبق عليهم العدالة اللي هي طالما الاتنين بينافسوا او التلاتة اللي مش هيروح اسماعيلية يبقى يتطبق على التلاتة اللي مش هيروح بورسعيد يتطبق على التلاتة اللي مش طب انا هقولك على حاجة امبارح برضو يعني افتكرت ايه في جون للنادي المصري امبارح جون بتاع عمرو مرعي ماتش المصري امبارح عمرو مرعي انا نفسي اعرف الجون ده جه ازاي يعني اتلغى ازاي وخسر الماتش والنهارده انت لسه بتقول لي في الانترو ان هم جددوا الثقه في الراجل لو كان كسب او تعادل كانوا هيقعدوا معاه النهارده مع ان النادي المصري امبارح كان هو اعلى من فيوتشر
هم برضو امبارح كان بيتكلمني استاذ علي الترابيلي في التليفون وفكره العداله التحكيميه. طيب بس كل الانديه لا بس انا اقول حاجه. لا معلش اقسم لك بالله معلش. من اول الموسم حتى الان في الاسبوع العشرين انا ما فيش نادي مسؤولين ما اتكلموش على التحكيم والامور الخاصه بالتحكيم. ايوه بس بما بس يعني خلي بالك ان كله خلي بالك يعني ماتش المصري المصري تحديدا في ماتشات كتيره اتظلم فيها زي الزمالك وزي الاهلي قبل كده وزي مش عارف ايه. لا في ماتشات كتيره حرام. انا بقول لك امبارح في جون بتاع عمرو مرعي طلع اعلى مش ذنبه بقى ان هو اقوى مش ذنبه ان عمل الجامب ده هو طلع ما زقش هو طلع خد الكره وحطها الراجل اللي وقع لان طالع ما كانش مفكر ان مش بقوه واخد بالك ودخل الجول ورغم كده ما اتحسبتش ازاي يعني انا عايز وبعدين وانا قاعد استغربت ازاي ده الفار يحسبها ازاي فاول عليه ولا زق ولا رفص ولا ضرب ولا ده طلع بقوه وحطها زي بالظبط انت في كاس العالم 90 لما الكاميرون والارجنتين لما امام بيك طلع اعلى وقام جاي حاططها هو طلع اعلى والاثنين وقعوا اللي معاه كان ساعتها انا مالي انا طلعت طالما لا سندت ولا زقيت يبقى من حقي تحسب لي وراح للفار وبعد كده رجع اتلغى وسيبك من الجون الاولاني اللي هو بتاع جريندو اللي هو الاوفسايد احنا بنتكلم على جون كان سليم 100% طيب وتقول لي الحكام ده برضه ما خدتش منك تصريح خاص ببيراميدز بيراميدز انا قلت بطل الدوري لو اللعيبه دي اللي هي عايشه في ميه البطيخ دي لو استرجلت ده فرصه عمرهم السنه دي في ظل ظروف حاله الاهلي والزمالك لا الاهلي هيخلص الدوري يا كابتن ويفضل هيخلص دوري ابطال ويرجع للدوري لا برضه هيبقى في تركيز ده بالعكس ده الدوري صعب للنادي الاهلي اكتر من افريقيا برضه تاني انت برضه سنة كابتن سنة سنة عشان انا مش شايفك السنة بس عشان مش شايفك انت مغلوب من المصري ومتعادل مع سيراميكا ومتعادل مع طلائع الجيش اسمع والبنك الاهلي ماتشات ايه هي دي مالها ومال افريقيا وتقول لي مش عارف لا صعب طيب خلينا نروح مع موسيماني صعب طيب احنا مش هنضحك على بعض اسمح لي يا كابتن ناخد بس تليفون كابتن جهاد جريشه طبعا حكمنا الدولي السابق وكلام على نقطة تحكيم يا كابتن وما زال من بداية الموسم حتى الان بالرغم من وجود الفار بالرغم من مساعدات موجودة لطاقم التحكيم الموجود في الملعب إلا أن جميع الأندية ممكن تكون عندها مشاكل في نقطة التحكيم كابتن جهاد تحياتي ليك كابتن فاروق مساء الخير لحضرتك وعلى كل مشاهدينك وطبعا بس على الكباتن اللي مع حضرتك في الاستوديو أهلا وسهلا كابتن يعني أنا قلت لحضرتك المقدمة ولكن خليني قبل ما حضرتك تجاوبنا عليه عندي سؤال تاني يعني مهم جدا خاص بمباراة اليوم ضربة الجزاء النهاردة أو ضربات الجزاء اللي تم احتسابها من خلال اللقاء وأيضا في ضربة جزاء كابتن رضا عبد العال بيتكلم عليها اللي هي الحالة الثالثة اللي يمكن ما تمش الاحتساب فيها في ضربة جزاء لصالح أسوان أخذ رأيك في الثلاثة وبرضه تجاوبني بقى على السؤال اللي انا هقوله بعد كده ان شاء الله حضرتك اتفضل يا كابتن كابتن ركله الجزاء اتحسبت النهارده الركله الاولى اللي على الونش ده في حركه من الونش برجله والرجل دي موجوده اللي عملت خطا عملت التحام مع المهاجم والرجل دي جوه منطقه الجزاء وبالتالي ركله الجزاء صحيحه حسب الحكم واكد على الفار الركله الجزاء الثانيه اللي تم احتسابها دي لاعب الزمالك حط دهس القدم اسمها فوت ان فوت في القانون حط القدم على القدم ودي بيعاقب عليها بركله حره مباشره لو بره منطقه الجزاء جوه منطقه الجزاء ركله الجزاء وانذار للتهور مع من لاعب الزمالك والحكم خد القرار صحيح بس اخفى الانذار بس مش مشكله في الاخر احتسب الاهم هو بالنسبه لنا اللي هي ركله الجزاء تمام لما راح للفار وشافها واحتسبها نفس الكلام على في لعبه روق الاخرانيه نفس الكلام في اللعبه فيها حاجتين اثنين يا كابتن فاروق فيها دفع وفيها دهس على القدم الدفع اللي غير قرار الجزاء يعني الدفع اللي حصل من روق في اللعبه لا ترك ركله الجزاء وده يمكن اللي خد نظر الحكم في اللعبه لكن الدهس اللي تحت على الرجل تحت دي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لاسوان وكان لازم الحكم لما راح للفار الفار عمل دوره استدعاه ولما شافها الحكم ما احتسبش ركله جزاء صحيح لاسوان دي ركله جزاء الثالثه وانت طبعا في مبدا عام في التحكيم لما تيجي ركله جزاء واثنين وثلاثه واربعه احنا في الاخر اللي تشوفه تحسبه وما فيش حد اكثر ركله جزاء اللي ممكن تحتسب ما دامت ركله جزاء صحيحه كان لازم الحكم يحتسبها لفريق اسوان ودي طبعا لن تحتسب انا عايز ارجعك لواحده ثانيه في الشوط الاولاني لعبه عواد
تمام. اه اللي هو بايده دي اه مع لعبة عواد الاحتكاك اللي حصل بين المهاجم وعواد ما فيش فيه مشكله، ما فيش فيه خطا على المهاجم ولا على عواد. لكن لما الكره وقعت من عواد وده وقعت لوحده، يعني الكره وقعت ما المهاجم ما عملش خطا، وقع الكره. الكره لما وقعت عواد يعني في سحب للمهاجم من الوجه، المهاجم لما وقع على ظهره دي من سحبة عواد، وبالتالي في اي مكان في العالم بالمنظر ده لازم تحسب ركله جزاء على عواد. فدي اخطاء كبيره جدا في المباراه النهارده، اثرت عليك المباراه بشكل غير طبيعي، وفي ضغوط على التحكيم يا كابتن فاروق، هو ده اللي عامل المشكله معانا في الفتره. وده سؤال اللي انا كنت بساله كابتن، ان في عمليه يعني يمكن جميع الانديه في شكوى من التحكيم، وبالتالي هل الحكام بيبقوا نازلين في عندهم ضغوط في امور ممكن تكون ليها حسابات اثناء تواجدهم في الملعب يا كابتن؟ طبعا يا كابتن، احنا في الاخر الحكام بشر، احنا بنتاثر زينا زي الناس كلها. فطبعا الضغط اللي حاصل والكلام كتير على التحكيم، وكله بيشتكي وكله بيبعد يطلع بيانات وكله بيهاجم التحكيم، ومعظم الكلام على صوابه. المشكله عندنا برضو كمنظومه تحكيم ان بيطلع المسؤول يبرر الاخطاء وما بيخليش حكامه تواجه اخطائهم، وبالتالي بيتم استفزاز الانديه باللي ما فيش اخطاء، والناس كلها بتشتكي من الاخطاء وفي اخطاء موجوده. فهو لما المسؤول يطلع يقول ما فيش اخطاء وان الصح، فطبعا اللي بيقول صح دوت بينزل بعد كده الماتش اللي بعده بيعمل غلط تاني. فاحنا الحل في الموضوع يا كابتن فاروق ان احنا كمسؤولين على التحكيم، الناس اللي موجوده ربنا يعينهم يعترفوا اولا باخطائهم عشان يواجهوها، عشان نطور بعد كده. التطوير بيجي ان احنا اولا بعترف بالخطا، انا لما بخطا كحكم بعترف بخطئي الاول عشان بعد كده ما اخطاش نفس الخطا او اكرر اخطاء تانية من زمايلي يعني. فهي دي المشكله بتواجهنا، فكل ما يطلع الناس تبرر اخطاء يحس الحكم ان مفيش اخطاء، وبالتالي الدنيا طيب. كويسه فبيغلطوا يعني. هسالك سؤال يا كابتن خاص بمباراه الاهلي، حتى كنت طلعت واتكلمت على هدف النادي الاهلي انه في جزء من اوفسايد، وفي نفس الوقت او اوفسايد يعني ده كان كلام حضرتك او تصريحاتك، مظبوط ولا غلطان؟ تمام حصل. في نفس الوقت كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه حكام طلع وقال ان الهدف هدف صحيح ومش اوفسايد، وبالتالي اعتقد القانون واحد هنا او هنا، صح ولا غلطان من وجهه نظر حضرتك ومن وجهه طبعا. نظر طبعا كابتن عصام عبد الفتاح. طيب هنا انا انت طبعا حكم كبير كابتن جهاد وحكم دولي سابق، وهنا كابتن عصام برضو رئيس لجنه الحكام، هنا الناس عندها بعض بيقول يعني بيجي لهم بلبله في الراي، وبالتالي انت شايفها برضو ازاي دي يا كابتن فاروق؟ انا بتكلمت على حقيقه مكانيه. انا قلت انت ارسم الخط صح هيطلع لك القرار الصح. انت قعدت يعني 4-5 دقائق بترسم خط بتحدد النقطه اللي تحط فيها الخط عشان تحسب التسلل. الخط اللي تحط النقطه اللي تحط ديت على فكره، عشان بس الناس طلعت قالت ان بتطلع بالكمبيوتر، لا انا كحكم فار موجود في غرفه الفار، لازم الناس تفهم ان انا بقول للاوبريتور اللي جنبي حط النقطه هنا وارسم الخط من هنا. فانت حطيت النقطه على ما حطيتش النقطه على الكتف المتقدم، وبالتالي مش هتطلع تسلل. لكن حطيت النقطه على الرجل من تحت فطلعت الكره سليمه. لكن لو حطيت النقطه على الكتف الشمال اللي متقدم، اللي هيبقى متقدم عن الكره، لان الكره كانت اقرب كانت الكره متقدمه عن كل المدافعين، كان المعيار الكره يعني. فطبعا القرار غلط، لان انت حطيت النقطه غلط في مكان اللي في رسم التخطي يعني مش اكتر. وبالتالي مش احنا بنتكلم على 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 حاجه مكانيه، حاجه رسمه الخط مش مظبوطه بس مش اكتر. طب يعني كابتن عصام اكيد متفهم الوضع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده. كابتن انا مش عايز اتكلم على كابتن عصام، لان يعني ايه في الاخر، لا انا قصدي ان احنا بنتكلم في قوانين يعني. احنا هو مسؤول وعايز يدافع عن حكم وعايز يقول ان الحكم ما غلطش، لكن احنا بنتكلم في حقائق يا كابتن فاروق. احنا يعني بنتكلم في نقط الناس كلها متفقه عليها. يعني هقول لك على حاجه بسيطه خالص، المصري الماتش اللي فات النادي المصري تم الغاء هدف صحيح للنادي المصري بداعي ان في فاول على المهاجم، وطلعت قالي برضو ان في فاول، ما فيش فاول، نفس الكوره بتاع البنك الاهلي، الاهلي مع البنك الاهلي السنه اللي فاتت ايمن اشرف حط الكوره جون وجون سليم، نفس الكوره يعني نفس الكوره حصلت مع النادي المصري الماتش الاخير، وتم الغاء الهدف، وبرضو طلعت الناس قالت ما فيش خطا. فطول الوقت ما فيش خطا خلاص احنا ما بنغلطش، ما فيش مشكله في التحكيم. طيب وده اللي بيحصل يا كابتن فاروق مش اكتر يعني. اللي في الاخر لو واجهنا اخطائنا وسكتنا هنصحها من اخطائنا يبقى الوضع احسن. لكن طول ما احنا بنبرر الاخطاء بحاجات مش مظبوطه هيدان الوضع زي ما هو ويزيد.
طيب في كره الهدف الاول النهارده نادي الزمالك كابتن برضو صحته في نقطه اوفسايد كابتن حسن. انا رسمتها انا عملتها في كره بلس انت لما تسالني بجاوب لما عملتها في كره بلس نفس الكلام الراجل المدافع بتاع اسوان رجله على الخط السته ده اللعبه دي اسهل من لعبه الاهلي وانبي الخط رجل المدافع على خط السته محمود علاء متقدم بجزء من جسمه انا رسمت الخط من كتف محمود علاء الشمال متقدم بجزء من جسمه الحكم اللي في الفار رسم من الرجل برضه نفس الكلام يا كباتن في حاجه متقدمه جوه منطقه السته محمود علاء بجزء من جسمه المساعد اللي كان موجود اسمه حاجه الزناري مساعد صغير ومميز خد القرار الصح في الملعب بالغاء الهدف اتظلم الفار لا خد القرار الصح في الملعب ان الكره يبقى كده صح مليون في الميه اوفسايد يعني يا كابتن وجهه نظرك اوفسايد يا كابتن الكره اوفسايد نفس كره الاهلي وانبي يا جماعه ارسموا الخط صح يطلع لك قرار صح القرار الصح الراجل انا بتكلم ده اللعبه دي اسهل كمان ليه لان عندك خط السته بيسهل المهمه خط السته رجل المدافع اسوان على رجله على خط السته المهاجم الزمالك جزعه مايل جوه خط السته لو رسمت من كتف محمود علاء اللي فوق اللي هو الشمال لو رسمت من فوق الخط هتلاقي محمود علاء متقدم بسنتيمترات بس مع الفار ومع التكنولوجيا اللي احنا فيها لو سنتيمتر واحد بيبقى تسلل المساعد خد القرار الصح في الملعب وبحييه الفار لغى القرار الصح بقرار خاطئ واحتسب هدف مش مظبوط نفس المعيار حصل مع اهلي وانبي انا بتكلم يا كابتن فاروق في كلام كابتن جهاد كابتن رضا عبد العال معاك عشان ياكدوا الهدف هو عشان ياكدوا الهدف بتاع انبي لازم يحسبوا الكره بتاعت النهارده لا كابتن رضا لا تتحسب كده لا كابتن بس النبي النظريه دي لا 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 نظريه ما فيهاش مؤامره انا بقول لك اهو زي ما اتعملت للنادي الاهلي اتعملت للنادي الزمالك واحنا بنجامل الاثنين هو الكابتن بيتكلم في خطا في مباراه الاهلي من وجهه نظره وخطا النهارده من وجهه نظره برضه عشان ان النهارده ان هي قررت في ماتش الاهلي فهم بياكدوا اسمع اللي انا بقول لك عليه عندك تفكير ايه بعيد خالص عن طبعا امال انا قاعد معاك فارق فارق انت امال انا قاعد معاك ليه ما هي عشان ياكدوا ان الهدفين سلام 100% واخد بالك عشان ما بقاش في لغط اتحسبت الاهلي واتحسبت للزمالك انما دي اوف سايد ودي اوف سايد زي ما الكابتن جهاد بيقول وبشكرك على حته اللايمان النهارده يا كابتن اللايمان ده النهارده ده مميز كابتن مش النهارده بس يا كابتن المساعد ده من منطقه الغربيه ومساعد مميز جدا كنت النهارده كنت سقفت له لما اللعبه اتعملت وانا حطيت الخط على فكره على كتف محمود علاء الشمال والمتقدم بسنتيمترات عن المدافع ومساعد مميز يعني خامه ممكن تبقى دولي في المستقبل وخلي بالك يا كابتن جهاد شغل الراجل وخلي بالك يا كابتن جهاد المره اللي فاتت في ماتش انبي قال لك ايه اللاين مان ما رفعش انت واخد بال حضرتك طب النهارده رفع صح وهو صح ورفع وهو صح بالظبط يعني اذا يعني احمد زي احمد ما انت اتكلت على المره اللي فاتت ان اللاين مان ما رفعش يبقى ما فيهاش اوفسايد طب النهارده الراجل رفع وراح للفار والفار قال لك لا جول بناء على ايه؟ يبقى هو خلاص شيلوا بقى الاثنين اللاين مانين الاثنين لا الاثنين اللي هو هنا وهنا يتشالوا وخلوه على الفار بقى طالما ان انت ما بتاخدش برايه يبقى خلاص بقى خلوها للفار وشيلوا الاثنين وفروا عشان الانديه ما تدفعش فلوس للثلاثه للاربعه ولا الخمسه حكام وفر بقى خلي الراجل بتاع نص الملعب والفار ما بقول لك انت فكرك مختلف عننا يا كابتن ليه بقى ليه يا فاروق لان النهارده ده راجل ناشئ او لايمان مميز ولما يحسب حاجه زي كده يبقى مركز مليون في الميه ولما تروح للفار والكابتن جهاد بيقول لك اهو ان هي اوفسايد وهو سقف له يبقى انت كده بتقضي عليه هتخليه بعد كده يجي ما ياخدش القرار لان خايف للفار يطلعه شكله وحش. طيب اخيرا كابتن جهاد بس النقطه اللي انا اتكلمت عليها وان الانديه كلها عندها كومنت او يعني علامات استفهام في نقطه التحكيم حلولها ممكن تبقى ازاي؟ هل حلولها من لجنه الحكام ولا حلولها من المسؤولين نفسهم يعني ان هم يعني ما بيشوفوا نفسهم بيتظلموا ما يتكلموش يعني. انا كابتن فاروق كابتن رضا يشهد عليا الكلام ده من الاسبوع الثامن قلنا يا جماعه نعترف او بدايه الاصلاح الاعتراف بالخطا لازم اقول انا غلطت عشان اصلح من نفسي واتدرب كويس الحكم زي اللعيب في الملعب
لازم يتدرب. احنا لما خدنا الفار في 2016 عشان نروح بيه كاس عالم رحنا بطوله وغلطنا وتعلم معسكرات ونغلط ونتعلم نفضل نتعلم. الفار يا كابتن فاروق محتاج تدريب عملي في الملعب، مش مجرد ان انا اتمرن بدري بس في بلدي او في المكان اللي انا فيه واروح احكم. الفار محتاج تدريب عملي اسبوعيا في الملعب. الحكام دي ما بتتمرنش عملي في الملعب. يعني عملي يعني ايه يا كابتن فاروق؟ يعني جيب لهم لعيبه ويشتغلوا ويغلطوا في التمرين عشان يروح الماتش ما يغلطش في الماتش وتصحح له، وتجيله الاسبوع اللي بعده نفس الكلام وتجيب الاخطاء تصححها. محتاجه شغل كبير. الشغل اللي انا شفته في الفيفا وشفته بالكاف يا كابتن جدع، محتاجه ميزانيه يعني كابتن مختلفه كابتن خالص. والله لا ميزانيه ولا حاجه، والله لا ميزانيه ولا حاجه. الموضوع محتاج الناس تشتغل عملي. على فكره الانديه قالت لك ما عندهاش مشكله، في انديه قالت لك ممكن اداها يعني ازود الفلوس شويه ممكن. يعني النادي الاهلي من كتر ما الامور صعبه يا كابتن قال لك انا هجيب حكام بدولارات مش مشكله، ما عنديش مشكله. كابتن جهاد، هي المسؤولين مثلا هيجي لك الصبح الساعه 10 ويجيب لك الحكام مفيش الكلام ده عندنا. ده كل واحد له البيزنس بتاعه، كل واحد يا دوبك بيتفرج على الماتش. يا كابتن رضا يا كابتن رضا هديك مثال بسيط يا كابتن فاروق. احنا عايزين ناس تبقى قاعده يعني متفرغه للكلام ده. ايوه برافو عليك يا كابتن رضا، انت جيت خلاص ناس محترفه. ايوه قول كده يا كابتن، انما مش ناس بتسافر لي تدي هنا محاضرات وهنا محاضرات وما تعرفش حاجه وماسكه بس. انا احييك على رايك ده يعني كابتن في ايوه ماشي كابتن رضا، بس المشكله تعبيره بس ايوه لا 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 بالعكس، انا احييك على كلامه ده. بص يا كابتن ماشي ربنا يبارك لك. لجنة الحكام في قطر كابتن ناجي جويني والناس اللي معاه ناس قاعده للتحكيم بس، ناس قاعده للتحكيم بس. عشان كده كابتن عندهم طقم كامل قطري في كاس العالم وعندهم حكم فار في كاس العالم اربعه، واحنا بنقول النهارده فرحانين بمساعد يا كابتن. الكلام ده التحكيم محتاج ناس متفرغه. طيب راي حضرتك حتى الان لغايه دلوقتي كابتن جهاد ان احنا ما فيش حكام تم اختيارهم في كاس العالم، رايك فيه ايه برضو ده كابتن؟ ما هو احنا في الاخر المنتج المحلي هو اللي بيطلع في الاخر المشاركه الخارجيه. طول ما انت عندك مشاكل الناس شايفاك، احنا ما بنلعبش في مكان مقفول. الفضائيات الدنيا كلها شايفانا وشايف اللي بيحصل في التحكيم المصري، وبالتالي مش هيبص لك المنتج بتاعك عطلان. انت بتقول لي الدوري قوي، ما لازم يبقى الدوري قوي يبقى فيه برضو الدوري قوي بس الحكام مش اقوياء. الدوري قوي مرتبط ببعضك. لا يا حبيبي بص، لو في عداله هيبقى قوي جدا. طيب كل الاحترام برضه لحكامنا كابتن جهاد، ونتمنى ان شاء الله الامور دي تختلف في الايام الجايه يا كابتن فاروق. احنا عندنا احسن حكام كخامات، عندنا خامات احسن حكام في افريقيا. دربهم بس بالظبط، يتدربوا بس يا كابتن، يتدربوا بس ويشتغل عليهم هتلاقي احسن تحكيم في الملعب والدوري هيعلى. يعني التحكيم لما يعلى في الملعب الدوري كقيمه الدوري وقيمه المنافسه هتعلى. طيب سؤالي الاخير، سؤالي الاخير بقى كابتن خاص بمباراه دوري الابطال نهائي دوري الابطال، رايك في فيكتور جوميز وان الحكم الاثيوبي تسيمبا موجود في تقنيه الفار، رايك في الاثنين دول يا كابتن بالذات لان هم تقريبا هم العصب في المباراه دي؟ بص يا كابتن فاروق، فيكتور جوميز من احسن حكام حاليا في الاتحاد الافريقي. يعني حصل حاجه غريبه اول مره تحصل عشان يعني احداث الماتش اللي حصل دي. حكم في الدور قبل النهائي ان هو يلعب قبل نهائي الماتش العوده في المغرب للوداد المغربي مع فيتور اتلتيكو ويتعدى، في ده منتهى الثقه في حكم موجود، حكم فير، في توافق على الوداد والاهلي على الحكم. حكم انا متوقع ان شاء الله هينزل الملعب، هو الطاقم بتاعه اللي مشارك في كاس العالم، الطاقم اللي موجود معاه حكم جنوب افريقي وحكم من لوسوتو مساعد معاه، الطاقم ده راح من ضمن خمس نقطهم لكاس العالم. اتوقع ان شاء الله يعملوا ماتش كل واحد ياخد حقه في الملعب. معاه بابنا كيسيما برضه حكم عادل على الفار بره، واتوقع ان شاء الله التحكيم يبقى في نهائي افريقيا، يبقى صوره ان شاء الله مشرفه للتحكيم الافريقي باذن الله. يا ريت يا كابتن، يا ريت ان شاء الله. كابتن جهاد انا بشكر حضرتك تواجدك معانا، واكيد برضه يعني احنا استفدنا من كابتن جهاد في كام حاله النهارده الخاصه بمباراه الزمالك واسوان. انت عندك بص يا كابتن، انت راجل حكم باين عليك ولا ايه؟ انت كنت شغال حكم ولا ايه؟ يعني انت قلت ان في اوفسايد، انت كنت قلت لي على الجول الاول قلت لي ان ضربه جزاء، وبالتالي بيتفق مع كابتن جهاد في كل مع حاجة. العلم ان هم ما عدوهاش، يعني ما عدوهاش زي مثلا عشان تشوف محمود علاء واقف ازاي، بس هي احساس ان هو سابق مش هيوصل كابتن ومش هيوصل للكره دي الا لما يكون يعني معدي الراجل باقل حاجه مثلا ب 10 سم 15 سم. سابق عصرك حبيبي ربنا يبارك. بس سابق عصرك بس انت بص هتودينا في حته تانية، خلي بالك ما انت لازم تروح في حته تانية. انت خلاص ما انت كل الرهانات دي
ما بتنجحش الا بعد سنه ست شهور سبع شهور. نظره مستقبليه كبيره عنك، واخد بال حضرتك؟ بس انا مش بتاعت النهارده ولا بكره. بس انت عارف بقى يعني فاضل لك حاجه واحده، لو حصلت انا هبصم لك بالعشره، بيراميدز ياخد الدوري. ما تقوليش بقى بيراميدز ياخد الدوري يبقى لا، اما في عوامل عشان ياخد الدوري. فاكر انت لسه السيتي لما اخد الدوري الانجليزي شفت المراهنات؟ انت بالنسبه لي لو ده حصل، ده حصل، لا انا هبطل تحليل بطل كل حاجه انا وانت. اطلع لفاصل ونرجع كمان فاصل كمان مع كابتن رضا. طيب مكملين معاكم كابتن رضا عبد العال، عندك النهارده حاجه لمباراه الزمالك غير ان الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه؟ ان لا احنا قلنا، وحتى الكابتن جهاد دخل كمان اضاف ضربه الجزاء اللي هي كان فيها اشتراك اللي هي الشوط الاولاني. بصراحه دي انا ما شفتهاش يعني، ما خدتش بالي منها يعني، ما شفتش الاحتكاك والكره ازاي. بس طبعا ده يفتي مش عارف مين، ودخل لنا الكابتن جهاد يعني. طيب اسمح لي كابتن، النهارده يمكن عندنا حدث موجود، وصول نجم كبير لمصر. نجم انت عارفه، رونالدينو. عارف كده رونالدينو؟ لا والله. معنا الاستاذ هاني امان رئيس نادي ايستر كامباني، ويعني هيكلمنا على النقطه دي والنجم الكبير الموجود في مصر من خلال طبعا زياره لمصر. استاذ هاني تحياتي ليك. اهلا وسهلا، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا كلام الحمد لله. كابتن رضا عبد العال بيرحب بيك كثير. كابتن رضا اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ قبل ما اتكلم على الزياره دي، انا بس عايز يعني اطمن على النادي ايستر كامباني ومشوار الدوري بقى، في ظل طبعا وجوده في مركز ممكن يكون اكيد مقلق يعني بالنسبه لكم. طبعا هو الحقيقه طبعا زي ما احنا عارفين انه بدايه الدوري كان ما كانش احسن حاجه لينا، ما كان في لعيبه مش مسجله، ما كناش في احسن شكل. النص الثاني من كان بين افضل، كابتن علاء عبد العال الحقيقه كان عمل شغل محترم جدا، اللعيبه سجلت وعملنا تغييرات كثيره قوي، شكل الفرقه اتغير تماما في الفتره في النص الثاني. طبعا اتاثرنا جدا بالنتائج الاولانيه، لكن نقول خير، احنا الحمد لله موجودين وبنلعب ماتشات كويسه. صحيح عندنا سوء حظ في بعض الماتشات، لكن نقدر نقول ان الفريق بيتحرك وبقى له شكل مختلف في الفتره الاخيره. اتمنى التوفيق ان شاء الله، الامور تتعدل بالنسبه لفريق ايستر كامباني. خليني اسالك بقى على زياره رونالدينو لمصر، يعني ايه سبب الزياره؟ رونالدينو موجود في مصر، جات لنا فرصه ان احنا انه يتواجد معانا، انه ندعوه الى مصر، وكان حقيقه كان في فكره كويسه انه كان يحضر معانا ماتش الاهلي. النادي الاهلي كان المفروض بيوم الاربعاء الجاي، وقلنا دي مناسبه كويسه نلقي الضوء على الدوري المصري باعتبار النادي يعني لاول مره يكون موجود في الدوري الممتاز. الشركه الشرقيه عندها وجهه نظر في دورها في مصر، لقينا لها فرصه كويسه انه يجي للسياحه، يروج للسياحه، يكون موجود في وقت زي ده، وفي نفس الوقت كمان يلقي الضوء على الدوري المصري. كانت فكره كويسه وانطلقت استقبال جيد من رونالدينيو، والحمد لله هو وصل من حوالي تقريبا ساعتين فاتوا. الفكره كده نجحت ولا ما نجحتش؟ طيب احنا لسه اهو بتنجح اهو. يعني وجوده في مباراه زي الاهلي كان فعلا هتبقى لا هي تنجح يا استاذ هاني. الفكره كان ان هو كان يعني كان هيحضر المباراه لكن مش ده الاساس قصدي حضرتك يعني. لا هي مش ما كانتش الاساس قوي الحقيقه، الاساس امور ترويجيه اخرى، هو حضوره المباراه، لكن احنا عندنا خطه بديله يعني. طبعا كنا نتمنى ان هي تحصل، ان احنا نعرف التاجيل ده بدري شويه، لكن احنا شغالين على خطه بديله وهتكون حاجه كويسه. طب ممكن نعرفها البلان بي دي هتبقى عامله ازاي؟ يعني بنجهز دلوقتي لحاجه مع الكابتن علاء للفرقه، قد يعني حاجه هتكون غالبا في النادي عندنا او في الصاله عندنا. هنشوف بنجهزها دلوقتي وهنعملها. هتتعاقدوا معايا يعني يا استاذ هاني؟ نتعاقد مع رونالدينيو. تتعاقدوا معايا حريف زيك ده كابتن؟ ده كان بيتكلم الكوره ده. ما هو ده بقى مش هتقدر، نتايجه حلوه وحشه مش هتقدر تكلمه. هنحاول
يعني هي دي بقى الضربه الكبرى. يعني انت حضرتك عدي الموسم ده بالكابتن علاء، والموسم اللي جاي ان شاء الله من اوله كده هو اللي يجي يدي. يعني الكابتن علاء الحقيقه معانا بنحترم وجوده جدا، وهو راجل فاضل الحقيقه وعامل شغل كويس. يعني يمكن مش هنفضله على، يعني مش هنفضل من الدنيا على الكابتن علاء الحقيقه. استاذ انا كنت يمكن انت بتتكلم على مباراه الاهلي، هل كان في تواصل مع رابطه انديه عشان يعني يبقى في موافقه من نادي ايستر كامباني على التاجيل، ولا الامور تم اتخاذها من رابطه انديه؟ التاجيل احنا زي ما قلنا في الاول احنا بنحترم جدا قرار الرابطه. الرابطه هي المنوطه باداره المسابقه كلها، واحنا الحقيقه يعني قلنا احنا هنلتزم بكل القرارات اللي الرابطه بتتخذها، وفي نفس الوقت احنا كنا متفاهمين جدا موقف النادي الاهلي في تاجيل المباراه داخل على نهائي بطوله ظروفها صعبه. طبعا احنا كلنا كمصريين الحقيقه نحب انه الاهلي، يعني كل الفرق المصريه مش بس الاهلي، يعني اي فرقه كانت هتكون في هذا الموقف كنا هناخد نفس القرار وهنعمل نفس المبدا. أكيد. احنا مبدانا واحد، احنا بنرسم مبادئ معينه والحقيقه نرى ان هي من الوازع القومي والوطني احنا بنقول ان احنا نفضل ان الاهلي يرجع بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله استاذ هاني، انا بشكرك استاذ هاني ووجودك معانا، ويعني ان شاء الله تبقى رحله موفقه لرونالدو هنا من خلال تواجدكم ان شاء الله. استاذ هاني امان رئيس نادي ايستر كومباني كان معانا، طبعا بقول لك بيكلم الكوره، كلم الكوره زي صلاح كده، احنا عندنا برضو صلاح بيكلم الكوره كابتن. لا بس ده مهاريا معنى، لا بص ده في قصه ومهاره وده في حته تانية وقصه اخرى كابتن. طبعا صلاح انجازات. انت ايه رايك امبارح كابتن في فكره ان صلاح بعد ما ياخد هداف الدوري وافضل صانع العاب وما ياخدش افضل لاعب في الدوري الانجليزي؟ امال مين اللي خد؟ دي بروين. عشان خد البطوله. عشان ايه؟ عشان خد البطوله. على فكره هم قبل ما البطوله تتحسم ده متاخده من اسبوع فات. لا والله والله اعلنوا عنها وادوا له الجايزه. معلش استنى كنت نايم. اصل الحمد لله الحمد لله اللي هو خد جايزتين، يعني خد الهداف وخد اللي هو احسن صانع العاب. عشان بس الناس اللي كانت تقول لك ايه باصل صلاح، دلوقتي صلاح هو اللي بيباصل للناس بقى صانع العاب حقيقي، واخد بالك؟ ويمكن اتطبق الموضوع دوت في ماتش المغرب لما كنا في الامم الافريقيه. ما هو اللي عامل الجون الثاني لتريزيجيه. فطبعا صلاح قيمه كبيره. زعلت امبارح ان الدوري جداً راح لمانشستر سيتي. والله مع اني طبعا انت عارف ان انا بعشق جوارديولا يعني. بس دي حاجه هتفرحنا احنا كمصريين، يعني انت لما تشوف صلاح وهو متصور بالدرع. محدش عمل الكلام ده. هو من خلال تصريحاته قال لك ان دوري الابطال بالنسبه لي اهم من البريمير ليج. معلش بس احنا البحر بيحب الزياده. احنا دي يدينا دفعه واصرار ان احنا ناخد كمان دوري الابطال. كانت مصر بتحلم ان ممكن لعيب يجي لها في يوم من الايام ياخد ثلاث مرات هداف الدوري، وكان منافس كمان على يعني انه ياخد الرابعه. لا طبعا كانت مصر ومرات لا 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 مصريين اصلا بيقول لك احنا عايزين لعيب بس يبقى كويس. لا احنا بص اللي عمل الطفره دي في عقول اللعيبه دلوقتي هو صلاح. سيبك من اللي احترفوا قبل كده، مع كل الاحترام ليهم لان راحوا ورجعوا ما علموش ما حطوش بصمه. الوحيد اللي حط بصمه وخلى كل العالم يحترمك انت دلوقتي لو شال شنطتك ورايح تعمل اختبارات في اي حته او معايشه في اي حته ويعرفوا ان انت مصري، يعني بيكرموك عشان صلاح ويهتموا بيك عشان صلاح. يعني يقول لك ليه ما يطلعش صلاح الثاني طالما صحيح. ان هو لعيب وجاي وواثق من نفسه كده، ليه ما يبقاش احسن من صلاح؟ واخد بالك؟ فهو يعني ادانا حاجه ميزه ما كانتش موجوده قبل كده. صحيح. يعني بس احنا بقى هنا بالدوري بتاعنا ده والتحكيم ده والمدربين اللي هنا اسمع بس مش هنطلع لعيبه ثاني. ما صلاح طلع من الدوري زي ده حبيبي، بس كان الدوري في الايام دي غير الدوري دلوقتي. انت كان المقاولين يكسبك مفيش مشكله، المحله تكسبك مفيش مشكله، وتروح تلعب في المحل عادي، والزمالك يلعب في المحل عادي، والاسماعيلي يلعب في المحله. ما هو ده العداله، انت واخد بالك؟ انما انت دلوقتي قافل على فرقتين ثلاثه اللي هم معاهم فلوس وبيجيبوا اللعيبه.
يعني احنا فرحانين بقى بفيوتشر وفاركو وسيراميكا والناس دي عشان بدا ان يبقى معاهم فلوس ويجيبوا لعيبه. صحيح. ما يبقاش في تهديد بقى زي الفرق الثانيه دي. انا وقتي خلص تخيل، دايما لا. بقعد معاك كابتن وقت بيجي تنسى نفسك. بنسى نفسي ولا فارق يعني سابق كل الناس. انساك ازاي وانا رايح معاك؟ عايز اخد منك تقييمات للاعيبه نادي الزمالك النهارده. يا راجل تقييمات ايه ده؟ ادفع الخبر مجهول. طيب ماشي. طيب كابتن رضا بشكرك. ما فيش النمبر اللي النهارده لا كان عندنا فقره الصور الصراحه الفتنه دي. بس لو يعني انت الوقت يسمح لحضرتك ان انت تبقى معانا احنا يا ريت ماشي. انا عندي يلا يا جماعه ناخد الصور يلا. احنا على طول كلمه ورد غطاها على طيب. طول صد رد. محمد عواد يا كابتن النهارده هو السبب في صعود نادي الزمالك لنهائي الكاس. شابويا يعني. شابو بنشارك يا كابتن سريعا بقى. لا يقعد فين؟ لا يقعد على الدكه ما يلعبش. مش يقعد في نادي النهارده بيعمل حاجات مش في الكوره خالص يا فاروق. طيب معلول يا كابتن معلول الماتش اللي فات ايا كان عايز تقول حاجه جونين بس انا ما هو بقاله فتره المستوى كيرف نازل. تمام بيريرا انا لو منك امشي اهرب. موسيماني حبايبك الاثنين ورا بعض نفس الكلام اهرب يا معلم يهرب الراجل هياخد الثالثه ياخد الثالثه بس تاريخ موسيم طارق حامد النادي الاهلي اللي عمل له طارق حامد كفايه كده. محمد شريف احلى حاجه فيك ان انت عندك عزيمه وما تيأس. ايهاب جلال هنشوف ايه هنشوف توفيق لي ان شاء الله. عصام عبد الفتاح انا يعني مش عارف يعني عايزين دم جديد وناس بقى من اللي راحت كاس العالم بجد بقى يعني الفتره الاخيره دي بقى مع كل احترام ليه طبعا. اخيرا كهربا كابتن قلبي معاه يعني هو في محنه فبقول له هو هيرجع نادي الاهلي يعني من الاعاره واكيد الامور يعني لا يعني تختلف يعني كلام ان الراجل مش عايزه واللجنه مش عايزاه يعني في شد وجذب والكلام ده فاحنا انا بقول له ربنا معاه لعيب كويس هو كابتن صح طبعا يعني طيب. ويفرق الفتره دي على فكره مع النادي مع النادي في الفتره دي. اشكرك كابتن رضا اديتك الصوره وكل حاجه ما حرمتنيش من حاجه ما حرمتنيش انا شخصيا من حاجات كتير. تسلم لي يا روح حبيبي كابتن رضا. بشكركم وان شاء الله حلقه جديده بكره من البريمو يعني طبعا دائما انتظرونا باخبارنا بامر الله. تصبحوا على خير.